الأهلي يعزز صدارته للمجموعة ويهزم ديامة بهدف نظيف ويحسم الأمور بنسبة 90% وادع قدما في دور الثمانية إن شاء الله. كابتن شريف ألف مبروك، فوز مستحق الشوط الثاني، والأهلي ظهر بشكل مختلف تماما الشوط الثاني. الأهلي يعود بثلاث نقاط مهمين جدا في المشوار الأفريقي. الأهلي الشوط الثاني تحمل مسؤولية كاملة اللاعبين عن طريق بس الروح، عن طريق الانتشار والتحركات في الملعب، وفي النصف الثاني من الشوط الثاني عن طريق التغييرات وخاصة بوجود رضا سليم. كان عندنا وجه أبو علي، سام أبو علي، لعيب نشيط ومتحرك وكل حاجة، ولكن ظروف المباراة ما خلتناش نتفرج عليه أحسن من كده، ولكن على أي شكل من الأشكال فهو في المكان ده بس حركة وبس روح، وحسسنا كده أن في المستقبل ممكن يكون فيه لاعب واثنين وثلاثة في هذا المكان. يعني واضح مسؤولية اللعيبة في الشوط الثاني، أعتقد الراجل اتكلم معهم في الهاف تايم إن ما ينفعش إحنا بالفرقة اللي إحنا بنلعبها دي ما نرجعش منهم بثلاث نقاط، يعني ما عندناش أي شواهد أو أي إشارة أو ساين زي ما بيقولوا يخليك تتعادل ماتش زي ده أو تخسره بالفوارق الكبيرة اللي موجودة بينك وبين فرقة ديابة. عشان الناس تفهم إن المنافسة لسه موجودة. موجودة طبعًا. لازم تعمل نتيجة إيجابية مع يانج أفريكانز عشان تاخد الأول على المجموعة بإذن الله، وتبقى الأول يعني من فترات كتيرة قوي ما حسناش على الصورات في حكايه صحيح. مابقاش بنلعب لغايه نهايه الصفاره في الشوط الثاني في اخر مباراه يعني. رغم كل الظروف ورغم الغيابات ورغم الاصابات اللي بتحصل ورغم الاجواء اللي بتحصل في افريقيا كلها، الحقيقه الاهلي النهارده ادى كل اللي عنده في الشوط الثاني. الشوط الاولاني ده انا بالنسبه لي ما كانش موجود خالص، او اللعب طريقه اللعب ايمن اللي هي العب على القد ها واجيب الجون في وقت ما انا زي حسين الشحات كده ما كان هيجيبها في الشوط الاولاني، وعدم احترام المكان والفريق اللي قدامك، وما يعني يجي يقول لك ايه الفرقه اللي قدامي دي انا مش حاسس انها تخوفني قوي، يعني الكلام طبعا مش موجود في الكوره، وشفناه في اول هاف تايم وراحوا علينا مرتين ثلاثه. سعداء جدا بلعيبه معينه، انا سعيد بمصطفى شوبير. ايوه من يوم ليوم ثقه بتزداد، راجل واقف كانه بيحرس عرين الاهلي بقاله 10 سنوات مثلا ولا حاجه، عينيه مفتحه، عنده ثبات انفعالي كويس جدا، وده اهم حاجه في حارس مرمى كره القدم عموما يعني. خلي شويه لسه قدامنا فتره. لا لا لسه باقي بقى كل اللي موجودين. بشكر علي معلول في السن ده وفي البتاع ده ان هو برضو ما زال عنده مجهود والعطاء، ولكن بعض اللاعبين التانيين لابد انه بنتكلم عنهم بعد كده يكون في اهتمام اكتر من كده، ونشوفهم في المباريات الجايه اللي انت بتتكلم عنها مباريات البلديه، نكون بنحقق الشكل بقى الكامل بالنسبه للمدرب وللجماهير وللنادي كمان. صحيح. كابتن أسامة ألف مبروك، شوط تاني أفضل كتير من الشوط الأول، والنادي الأهلي يستحق الفوز طبعا. لا شوط تاني مختلف كتير عن الشوط الأول. الشوط الأول احنا ما كناش لاقيين حاجة إيجابية واضحة، يعني قلنا في وسط الملعب في تفكك، مش عارفين يربطوا اللعب بين الخط الدفاع والخط الأمامي، كميات الجري كانت قليلة جدا، على المستوى حتى الفردي اللعيبه كتير مش لاقيه نفسها، زي قلنا على بيرتستاو ما كانش في حالته، موديست، نيدفيد، السولية، علي معلول، يعني حتى على المستوى الفردي، فجماعيا وفرديا النادي الاهلي الشوط الاولاني ما تقدرش مش لاقي حاجه تقولها. يعني احنا قلنا فرصه حسين الشحات، وواضح انه كان ميدياما مسيطر اكتر، احنا قلنا كمان جاله خمسة كورنر انت جالك كورنر واحد. وصولهم للمرمى وان كان مش بيعرفوا يفنشوا بخبرة لعيبة كبار يعني، لكن كانوا اخطر من النادي الاهلي. لا الشوط التاني النادي الاهلي كمية الجري زادت، يعني بقى فيه نشاط، يعني اي حد حتى لو هو مش بتاع كورة يعني
اتفرج على الشوط الاولاني والشوط الثاني، لا هنا في كميه جري اكتر ونشاط لا اكتر، لا وسيطرت نص الملعب لا شويه، لا بدايه على الكوره، ما هو يا بدايه في نشاط اكتر، في حركه بقت اسرع، في كميه جري زادت، ابتديت تسيطر على وسط الملعب. يعني حتى السولية شكله الشوط الثاني افضل نسبيا من الشوط الاولاني، وعمل الكره اللي عملها المودست كره الهدف، مودست هدي عليها يعني بثبات واستقرار وحطها لحسين الشحات، قدر يحطها بشماله، هدف حلو يعني. فالاداء الفردي ارتفع، السيطره على وسط الملعب ابتدت تبان، زي ما قلت لك كميات الجري بقت افضل، بقيت افضل. وبعدين توقيت الهدف كمان جه حلو قوي، صحيح يعني انت 3 دقايق او 4 دقايق من الشوط الثاني جبت هدف، ابتدت لعيبه مدياما بكمان بخبرتها هي اصلا اللي مش كبيره، والفوارق الكبيره اللي بينها وبين النادي الاهلي، ابتدى يبقى في عندهم شيء من الياس، يعني تحس فرقه ياسه. هو حاولوا كده 10 دقايق ولا حاجه كورتين ورا بعض عرضيات، ومصطفى شوبير اتعمل بثقه في اكتر من كره، منهم الكره اللي صدها وبعدين ضربت في العارضه، اتحركوا كده شويه، وبعد كده تقريبا نهايه في نهايه الشوط او مش نهايه الشوط، اخر 20 دقيقه خلاص تحس فرقه مدياما سلمت. حتى بقى جه لهم كرامبات شد عضلي يعني كتير، يقعوا على الارض كتير، بقى في تحس كده في ياس واستسلام، صح. مع سيطره من النادي الاهلي، مع التغييرات لما نيجي نتكلم فيها، التغييرات كمان عملت نشاط، كمان زودت النشاط، فما فيش شك ان الشوط الثاني النادي الاهلي افضل ويستحق المكسب يعني الشوط الثاني. صحيح. كابتن هاني الف مبروك، فوز غالي للنادي الاهلي، طالبت بعض الحاجات تتعمل الشوط الثاني، في حاجات اتعملت فينا، حاجات اتعملت فعلا. صحيح. كنا بنتكلم الشوط الاولاني ليه النادي الاهلي ظهر بالشكل ده على الشكل التكتيكي، ما كانش فيه غير قلت على 3 حاجات الحقيقه، ان احنا ما كناش بنبني من تحت بشكل كويس، علشان محدش او ست او كريم نجبت ما كانش بينزل ما بين السردباكين، شفناها الشوط الثاني مع بداية الشوط الثاني بدا كريم يستلم وشه للملعب وبدا فيه نخرج بالكوره بشكل افضل، ده كان جزء مهم جدا. الجزء الثاني عمليه عدم تنظيم وسط الملعب كان في الشوط الاولاني، قلنا ان عمرو السوليه كان مش باين شكله دفاعي وشكله هجومي، نتيجه انه بيتحرك شويه ناحيه امام عاشور. الشوط الثاني الشكل اتعادل بشكل كبير جدا، كان واضح جدا حتى بعد خروج كريم نيدفيت ودخول اكرم، كان في شكل واضح في نص الملعب. الجزء الثالث اللي كنا بنتكلم عليه عمليه الخط الامامي، الخط الامامي الحقيقه كمان مع نزول رضا سليم، مع كمان جزء مهم جدا في اللي بتكلم عليه واللي اتكلم عليه كابتن اسامه، ان بقى في شراسه في الاداء، صح. ده ما كانتش موجوده الشوط الاولاني. الشراسه في الاداء مش معنى الخشونه، الشراسه انك بتتدخل بقوه وبتكسب الثنائيات، وده شيء مهم جدا انك تكسب في الملعب الثنائيات بشكل كبير، ويتحاول بقدر الامكان يكون في زياده عدديه في داخل ال 18. ظهر ده في الجول، كان حسين الشحات كان جوه، كان مودست كان جوه، تمريره عمرو السوليه كانت ان تايم في وقت ممتاز جدا. فالحقيقه كل تقريبا في بعض السلبيات اللي كانت لسه موجوده، يعني لسه كنا بنتكلم على ان الملعب تحس انه مفتوح، مساحات كبيره في وسط الملعب قلت شويه، ولكن ما زالت كان بعض المساحات موجوده في نص الملعب، لكن اقل كتير جدا من الشوط الاولاني. الجزء المهم كمان اللي عايز اتكلم عليه ان الاصرار على انك تحس ان النادي الاهلي الشوط الاولاني ما دخلش الجيم، يعني تحس ان لا ما دخلناش لسه الاجواء. فالحمد لله ان احنا الحمد لله طلعنا 0-0 الشوط الاولاني، لان صحيح. كان عندهم فرص كبيره. الشوط الثاني اعتقد احنا يعني كان في اصرار على المكسب بنسبه نجاح، اقدر اقول 80%. صحيح. قدرت توظف كمان الشكل الجديد للتغييرات اللي نزلت، عملت الحقيقه شكل مميز. وابتدى يبقى لك وجود في نص الملعب، وجودك في تنظيم في نص الملعب كان كويس، كان وجودك كويس في نص الملعب. حسين الشحات عامل مجهود كبير جدا الحقيقه، صحيح. نتكلم كمان على لو اتكلمنا على الشكل الهجومي، تحسن الى حد ما مش بشكل كبير في الشوط الثاني، ما زال لغايه دلوقتي نتكلم الحقيقه فريق مدياما فريق متواضع يعني، لكن كمان كان لسه في بعض الاخطاء الدفاعيه في الشوط الثاني، يعني كان في بعض الفرص الحقيقه
ما ينفعش تحصل في النادي الاهلي. مصطفى شوبير كالعاده ثابت وعنده ثقه في نفسه، البوزيشن بتاعه كويس جدا، الرياكشن بتاعه هايل، لكن في النهايه بنقول طبعا كان مهم جدا الفوز النهارده، وخاصه انت عندك لسه الجوله الاخيره هنا ان شاء الله في القاهره امام افريكا يانج افريكانز، وبالتالي عندك ان شاء الله باذن الله احنا باذن الله السيناريوهات كلها كمان شويه، لكن الشوط الثاني شكل مختلف واداء صحيح. مختلف، ويعني التغييرات كمان كان ليها دور كبير جدا. صحيح كابتن بلال الف مبروك، ويمكن انت بالذات قلت لي قبل الماتش لو اي نتيجه غير الفوز تعتبر نتيجه غير منطقيه بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا حقيقي اي نتيجه غير الفوز هتبقى نتيجه مش مقبوله كمان حتى كابتن، بس انا كنت مطمن حتى بظل الاداء بتاع الشوط الاول. فروقات كبيره جدا ما بينك وبين المدينه، فروقات كبيره جدا جدا، هما فرقه يعني امتازوا بالحماس، يعني بيلعبوا كل الميزه اللي موجوده عندهم ان هم حماسيين جدا، يعني قبل بحماس وعايز يضغط عليك ويروح فاهم، لكنه لما تيجي تبص على الـ على الـ على الماتش لا، يعني هم عندهم كتير من العشوائيه جدا، عندهم كتير من المساحات الفاضيه اللي بعد ما سجلت انت الهدف كان ممكن تجيب هدف الثاني والثالث ورحت باكتر من فرصه خطيره على المرمى، ولو في شويه تركيز او شويه هدوء كان ممكن تسجل هدف الثاني والثالث. الاهلي افضل الشوط الثاني بكتير زي ما قالوا الكباتن، طبعا الهدف فرق مع النادي الاهلي فرق صحيح. كتير وفرق جدا في سير الماتش نفسه كمان، هو غير من شكل المباراه، خلاك انت ركبت الجيم بلغه الكوره وهم خلاص داون خلاص انت خلاص هم تسجل فيهم هدف، في ظل ان هم عندهم حماس وبيروحوا بيحاولوا بيشوطوا بيجروا، يعني مظبوط يعني عندهم طاقه كبيره جدا جدا في الهدف اللي جه خلاص يعني هداهم همدهم بلغه الكوره وخلاك انت ركبت الجيم، عرفت تلعب كوره بالراحه بهدوء، عرفت تفكر في الملعب، بدأت تبقى مركز بشكل كبير، قدرت ان انت تستحوذ على الماتشات مع التغييرات اللي عملها كولر ونزول بعض اللاعبين اكرم ورضا وكمان ورامي طبعا ووسام، يعني خلاص انت ركبت الجيم بلغه الكوره، بقيت بتلعب كوره سهله وسلسه، بقت تروح على المرمى بشكل جيد، بتروح على المرمى بشكل مستمر، سابوا لك نص ملعب وابتدوا هم اللي يلعبوا الكرات الطويله صح. تمام، خد بالك انت بعد ما انت سجلت الهدف هم ايه واحده الثانيه خلاص ابتدى يلعب الكره الطويله، ابتديت تضغط عليهم كمان من الحته اللي قدام، عندك لعيبه نازله فريش فابتدوا يضغطوا عليهم، فابتدى هو يلعب الكره الطويله، فالكرات كلها من مصلحتك، يعني عملت شوط ثاني كان المفترض تبتدي بالمباراه، لان زي ما قال الكابتن هاني من شويه لو كنت انت خرجت وهم مسجلين هدف في ظل الفرص اللي راحت لهم الشوط الاول اعتقد كانت هتتصعب عليك الامور، راحت في حته ثانيه خالص، كنت هتلاعب فرقه يعني هتلاعب وحوش في الملعب مش هتلاعب كوره، فاهم قصدي؟ كان المباراه هتتحول من مباراه كره قدم ولعب وتاكتكس لمباراه ثانيه خالص مختلفه كلها شراسه وقوه وعنف، فالهدف اللي سجلته وده اللي احنا دايما بننادي بيه استغلال الفرص، انك انت لما تجيلك فرصه حتى لو انت وحش الفرصه والهدف بيقلب موازين الماتش، خاصه مع الفرق اللي زي دي، يعني ممكن انت تسجل مثلا هدف في الوداد فالمباراه لسه تبقى في الملعب، فرقه منظمه وبتلعب كره كويسه وبتلعب على الارض وعندهم تاكتكس وبيلعبوا بيروحوا بيلعبوا على اطراف الملعب وعندهم كرات ثابته خطره، كذلك سان داونز برده عنده، يعني لما تسجل فيها هدف المباراه مش هتتقلب كتير، ممكن تختلف، لكن فرقه زي دي لما تسجل فيها هدف هو ما عندوش حاجه ما عندوش استراتيجيه ثانيه، هو ما بيلعبش ان لو جه في جول انا هبتدي هشتغل ازاي يعني بعد كده بعد تسجيل الهدف فيا، ما عندوش الحته دي مش موجوده، بدليل ان هو لما تسجل فيه الهدف انت شايف بس نعكشه في الملعب، يعني بقى اكثر عشوائيه كمان نعكشه يعني الموضوع بالنسبه لهم بقى خالص عايز اجري بس عايز العب كره طويله عايز اجري عايز اشوط، يعني حتى الكرات اللي جات لهم كورتين انت شفت الكره اتلعبت كروس ايوه اتنين داخلين في يعني واضح أيوة. مفيش تركيز يعني عارف انت اهو عايز اجيب جول وخلاص عايز العب اي كوره، لو في تركيز كان واحد التاني شايف وراح وحطها بدماغه في الزاويه البعيده والكره الثانيه اللي بعدها اللي جت في العارضه، يعني فرقه عشوائيه، فالهدف طبعا افاد النادي الاهلي بشكل كبير جدا، بس عندي يعني نصيحه لعبد المنعم تمام، يعني عبد المنعم لعيب جيد جدا امكانياته عاليه جدا طبعا، لكنه في الاونه الاخيره يعني انا مش شايف عبد المنعم اللي ابتدى مع النادي الاهلي من سنه واتنين، يعني لا شايفه المستوى يعني اهدى شويه اهدى كتير جدا يا كابتن، مش عايز اقول اهدى يعني وصل لا هو لمرحلة أنا شايف مختلفة. التركيز اقل شويه تمام بكتير مش شويه كتير جدا جدا جدا، النهارده في كرات كتيره جدا المفروض يضغط ما بيضغطش تمام، الباص بتاعته مش مظبوط، التحركات في الملعب بتاعته الرقابه في الملعب كمان، ياسر النهارده في اكتر من كره بيغطي عليه، مش بكلمك في النهارده مش بكلمك في وليد مباراه النهارده، بكلمك في الفتره اللي فاتت دي كلها، فنصيحتي يرجع لتركيزه تاني مره بدون قطع كلامك
حتى في بطوله الامم الافريقيه اللي فاتت انا واحد من الناس بتسالني مين هيبقى من احسن الناس، قلت عبد المنعم مظبوط على طول، بس فعلا في البطوله برضو زي ما بلال بيقول الاداء بتاعه ما كانش انا تكمله، نتمنى يعني يكون حاجه عرضه ويرجع لمستواه. لا يعني تكمله لبلال بيقوله في حته ان ان هو اتفضل بلال. طيب كنا بنتكلم قبل الماتش على مستشفى الاهلي وكنا بنقول الاصابات، وجبنا لقاء مع الدكتور احمد جاب الله ويمكن اكتر واحد قعد يتكلم، فعايزين نطمن على ياسر ابراهيم. هو مسك الخلفيه اعتقد ان يعني جاله تمزق في العضله الخلفيه، بس هنروح للدكتور احمد جاب الله يطمننا اكتر على اصابه ياسر ابراهيم النهارده. بارك لك النهارده على الفوز. يمكن لو بس طمنا على حاله كريم ميدفيد وعلى برضه كابتن ياسر ابراهيم. الحمد لله الحمد لله، مبروك لينا ومبروك لجماهير الاهلي. ان شاء الله خير. يعني ياسر حس بالالم بالخلفيه، ان شاء الله هنبدا معاه فحوصات دلوقتي ونقربكم ونطمنكم ان شاء الله في اقرب وقت. بالنسبه لكريم هو بدا يعني غالبا كرامب في السمانه خفيف، ان شاء الله هتبقى حاجه بسيطه خالص باذن الله. الفوز مهم جدا للفريق النهارده، الحمد لله الحمد لله النهارده باذن الله. الحمد لله الحمد لله خير وربنا يكرم ان شاء الله. طبعا الدكتور احمد جاب الله اللي هو مسك العضله الخلفيه ولسه هيبان ان شاء الله باذن الله لما العضله الخلفيه كابتن ما تبانش قوي، يعني الاصابه يعني ممكن تكون شد، ممكن تكون لا قدر الله مزق صغير، يعني ليها درجات معينه بالذات الخلفيه، بس واضح هو كويس ان هو طلع على طول، واضح ان ياسر كمان حس بيها وخرج الملعب، ولما دخل كمان وقع ما قدرش. أيه يعني بالزبط نتمنى بالزبط ان شاء الله، لان ياسر الحقيقه في يعني في افضل الفترات او ده حالي جدا وفي افضل أو يعني اوقاته وبيأدي بشكل جيد، ان شاء الله تكون بسيطه باذن الله. صحيح ان شاء الله رب العالمين. طيب نقول لحضراتكم السيناريوهات. كان في ناس قبل الماتش بتقول ان مكسب النادي الاهلي النهارده يضمن له الصعود بنسبه 100%. الكلام ده غير صحيح، انما النادي الاهلي بمكسب النهارده حط رجل في دور الثمانيه، لسه رجل الثانيه. طب هنقول لحضراتكم ازاي، بس ان شاء الله طبعا الكلام ده ما يحصلش باذن الله. اللي انا هقوله حاجه واحده بس اللي هتخلي النادي الاهلي يؤكد وصوله لدور الثمانية، نتيجة ماتش بكرة وهقول لحضراتكم ازاي. طيب في ثلاث فرق ممكن يتساووا في عدد النقاط اللي هي 9 نقاط. نادي الاهلي النهاردة وصل للنقطة رقم 9، متصدر المجموعة بالنقطة رقم 9. سيبنا بقى من الجزء ده دلوقتي، ميدياما هل مازال عنده أمل؟ مازال عنده أمل. طيب نبص على الفرقتين التانيين، يانج أفريكانز وشباب بلوزداد. النتيجة بتاعت ماتش بكرة، مكسب أي فرقة من الفرقتين نادي الأهلي في دور الثمانية. نقولها تاني، مكسب أي فرقة من الفرقتين بكرة النادي الأهلي في الدور الثمانية إن شاء الله. نحسبها إزاي؟ نادي الأهلي متصدر بتسع نقاط، نادي الأهلي متصدر بتسع نقاط ومتبقي ليه مباراة اللي هو يانج أفريكانز على أرض النادي الأهلي إن شاء الله. طيب يانج أفريكانز وشباب بلوزداد بكرة، هقول لكم التساوي الأول وإن شاء الله ما يحصلش. بكرة نفترض جدلا ان يانج افريكانز وشباب بلوزداد اتعادلوا، في حاله التعادل هيبقى كل واحد فيهم عنده 6 نقاط. ست نقاط كويس. اخر مباراه ميدياما طالع لشباب بلوزداد، ميدياما طالع لشباب بلوزداد، في حالة فوز شباب بلوزداد، شباب بلوزداد بقى عنده 9 نقاط. النتيجة اللي أنا ما أتمناش طبعا وإن شاء الله ما تحصلش، هيجي لك يانج أفريكانز في القاهرة، هيجي لك يانج أفريكانز في القاهرة. لا قدر الله إن شاء الله ما تحصلش، في حالة فوز يانج أفريكانز يتأهل هو
اهو الترتيب قدامنا اهو. بس انا بتكلم على الحالات اللي هيتساووا فيها ثلاث فرق. شباب بلوزداد يكسب بنيامه يتعادل بكره مع يانج افريكانز هيبقى 6 نقاط لكل فريق. شباب بلوزداد يكسب على ارضه الماتش الاخير ميدياما يبقى عنده 9 نقاط. لا قدر الله لا قدر الله فوز يانج افريكانز في المباراه النهائيه اخر مباراه الجوله السادسه على النادي الاهلي في القاهره وده ان شاء الله ما يحصلش هيبقى برضو عنده 9 نقاط. في الحاله دي هنيجي نشوف التساوي. التساوي هيبقى فيه 3 فرق عندهم 9 نقاط. نادي الاهلي، يانج افريكانز، وشباب بلوزداد. المواجهات المباشره. تيجي تبص بقى على المواجهات المباشره. في حاله ما لا قدر الله مش هتحصل ان شاء الله. ما لا قدر الله ان يانج افريكانز يكسب هنا يبقى بنرجع للمواجهات المباشره. في الحاله دي ان شاء الله ما تحصلش. بس انا بقول لكم السيناريوهات. هيتأهل شباب بلوزداد ويانج افريكانز ان شاء الله ما تحصلش. الحاجه الوحيده اللي بكره تضمن ان النادي الاهلي في دور الثمانية فوز احد الفريقين مفيش ويه ولا واه. بلوزداد هيبقى 9 زيك المواجهات المباشره معاك زيك متعادلين 0-0 ايوه خلاص هبقى بالاهداف بقى يا كابتن بالاهداف بقى ايه شكلها. امال انت بتقول انا لا ما هو شباب بلوزداد لو النتائج اللي انا قلتها هيبقى عنده 5 بونت احنا عايزين نشوف الاهداف يا كابتن لحظه. شباب بلوزداد لو هو عنده 5 بونت لو كسب بكره كويس لو تعادل بكره هيبقى عنده 6 بونت وكسب الماتش بعد 9. حلو الاهداف بقى بيننا وبين بعض عدد الاهداف لمين هنرجع بقى للاهداف بيننا وبينه حسب الماتش اللي هيكسبه بكره حسب لا يا كابتن لو انت هتعادل بكره لو حسب المكسب بتاع ميدياما اخر ماتش صح ايوه كده حسب الماتش الاخير كابتن هو جواله اعتقد اكتر من النادي الاهلي ولا احنا اكتر احنا دلوقتي بمكسب النهارده اكتر بمكسب النهارده عندنا 3-1-4 3 في ميديام احنا 3 فرق 2 1 في يانج افريكان صح والنهارده 1 يبقى 5 صح فرق 2 وعليك كام جول وعليك 1 بتاع يانج افريكان كويس بلس 4 يبقى عنده يبقى بلس 4 حلو هو عنده بلس 2 متهيألي هو عنده 3 في يانج بالظبط وخسر من 3-1 في يانج ولا 3-0 لا 3-0 3-0 وخسر 2-1 من ميديام يبقى كده هو 4-2 يبقى له جولين مظبوط 2 بس مظبوط فرق 2 اكتر من 2 ماتش ميدياما الاخير لو كسب بسكور عالي هنا تفرق هتبص بقى للاهداف صح بس ف ان شاء الله السيناريو تعالوا نشوف السيناريو ان شاء الله ما يتحققش يعني ان الناس تعرف بالظبط لا انت بتخسر في جوه يعني احنا عايزين تعادل فقط في ماتش يانج افريكانز يؤهلك للاول لا مش الاول للاول الاول مجموعة. الاول التعادل لاول مجموعه ان شاء الله رب العالمين باذن الله رب العالمين عشان ما نكركبش اول طبعا في حاله حتى لو كسب يانج افريكان باذن الله رب العالمين. طيب نروح نشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه ونرجع لحضراتكم مره اخرى. انما لو شباب بلوزداد مستر كولر يعني نبارك لك النهارده ليه جاتوني ان النهارده في المزيج وان ده كواليتي ان ده نيكس طبعا الا اننا قدرنا النهارده نحسم الفوز النهارده خير اما في همدن اوسجتس gewonnen das ist nicht einfach. Ja, es war ein sehr schwieriges Spiel. War natürlich jetzt auch wieder andere Temperaturen als wir das gewöhnt waren. كان ماتش صعب جدا وخصوصا مع درجه الحراره العاليه اللي احنا مش متعودين عليها والرطوبه العاليه جدا. Und Gegner war stark. المنافس كمان كان قوي. Probleme gehabt natürlich سبب لنا متاعب ومشاكل كمان صعب جدا ان احنا نلعب كورتنا على ملعب زي ده النجيله عاليه جدا الملعب صعب جدا وانا اتعلمت درس جديد هي دي افريقيا ولازم الواحد يتعامل مع كل الظروف. الشوط الاولاني كان عندنا مشاكل اكتر لكن بين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه بشكل واضح ان احنا لازم ندوس على نفسنا اكتر من كده لازم يكون عندنا اراده اكتر من كده لازم يكون عندنا رغبه اكتر من كده وان كل واحد لازم في عقله ان هو يدوس على نفسه اكتر ان احنا لازم نكسب النهارده ونطلع ب3 نقط باي شكل. فاللعيبه نزلت الشوط الثاني بصراحه عملوا اللي انا كنت عايزه واحنا جايين هدفنا نفوز بس
Das Tor war dann auch sehr schön rausgespielt mit Schehet, einen riesen Sprint gemacht, hat sich durchgesetzt hat. وعملنا الشوط الثاني كان كويس جدا. الجون الثاني الجون اللي احنا جبناه الجون الاولاني كان مكافأة لينا على مجهودنا الكبير. حسين عمل سبرنت عظيم جدا. الضغط اللي احنا بنتكلم دايما عنه وقدرنا ان احنا نجيب جون حلو جدا. شفنا النهارده مشاكل بعض لعيبه زي وسام ابو علي وشفنا برده كريم ميدفيلد في نص الملعب. يمكن برده شايف ازاي اداهم النهارده مع الفريق. Wir sehen neue Spieler dann jetzt auf dem Platz wie Wissam und Wes und Nedved. Wie sehen Sie die Leistung von den beiden? Ja, Nedved hat für mich ein sehr gutes Spiel gezeigt. Nedved بالنسبة لي عمل ماتش كبير جدا. So, dass ihm noch der Rhythmus fehlt. ناقصه بس شوية ريتم ومشاركة. جاله طبعا كرامبات, جاله شد خفيف عشان خاطر طبعا مع المجهود الكبير اللي بذله وبقاله كتير ما بيلعبش. كان بيكسب كل التحامات, كان عنده حضور في منطقه نص الملعب, مسيطر عليها تماما, عمل ماتش كويس قوي. وسام ده اول ماتش ليه رسمي مع النادي, جري كتير جدا, بيضغط كويس قوي من قدام زي ما انا عايز. وفي الوقت القصير اللي لعب فيه كان متهيألي ظهر بشكل كويس قوي. اخيرا مستر كوره نجح, يعني زي ما قال في المؤتمر صاحبه ان مهمته ان انا اجهز لعيبه نفسيا بجانب التجهيز البدني بالرغم من الصعوبات اللي احنا قابلناها في البدايه. Wie Sie dann in der Pressekonferenz jetzt gesagt haben, haben Sie Ihre Aufgabe erfüllt, nämlich dann die Spieler vorzubereiten, dann psychisch und mental plus natürlich fußballerisch. Genau. بالظبط. شكرا. مبروك, مبروك الاهلاويه. واضح رضا طبعا وسعاده مستر كولر عن نتيجه المباراه. واتكلم يمكن زي ما قالوا كباتننا, شوط ثاني مختلف تماما عن الشوط الاول. هو اتكلم اللعيبه ممكن يعني طريقه الكلام بالنسبه للمدير الفني بين الشوطين بناء على حاله اللعيبه اللي شافها الشوط الاولاني. الشوط الاول يعني ما كانش حاله النادي الاهلي جيده, ولكن الشكل فعلا تغير تماما الشوط الثاني. الشوط الثاني النادي الاهلي فرض سيطرته, ابتدى يمسك نص الملعب, ابتدى يهدد ويوصل للجول اكتر من مره, وكانت ليه الافضليه. حتى بعض الكرات العشوائيه اللي ابتدت بيها فريق مدياما الشوط الثاني, كره منهم زي ما الكابتن هاني هددت مرمى احمد شوبير, مصطفى شوبير, جت واحده في القايم وواحده هو شالها. وبعد كده ما كانش تقريبا في وجود لمدياما, والنادي الاهلي هو اللي فرض سيطرته لحد نهايه المباراه. هو فوز مستحق, لعيبه كتير بذلت مجهود. يمكن هو اشاد باكتر من لاعب واشاد بكريم نيدفيد, وقال ان هو نتيجه المجهود الكبير اللي عمله جاله كرام او جاله يعني من كتر المجهود جاله اجهاد يعني في العضله, فعشان كده خرج بره. ولكن اللي جاي بقى, ده اللي انا بقول, اللي جاي ان شاء الله الفتره اللي جايه اللي جاي اصعب. انا اتمنى ان شاء الله, هو طبعا احنا دايما بنقول هنناقشها برضو مع كباتننا الكبار, دايما بنقول ان انت طالما وصلت لدور الثمانيه ما يهمكش تلعب مين. بس في فرق انا مش عايز النادي الاهلي يلعبها دلوقتي. ليه؟ احنا بعيد جدا عن الملعب او عن خوض مباريات رسميه بقالنا كتير, بقالنا فتره. فاحنا مش في افضل حالاتنا الفنيه ولا البدنيه في التوقيت ده. كويس؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله احنا عندنا ماتش يونج افريكانز. اتمنى ان الاهلي يبقى على ينهيها والاهلي على راس المجموعه, لانك هتبعد في التوقيت ده عن فرق مستواها الفني يعني يبقى زيك, والماتشات اللي بينك وبينها يعني ممكن تكون النتيجه متقاربه, ممكن يبقى ليه تفوق هناك في ارضه انت ليك تفوق. فعايزين نبعد عن الحته دي. هو رغم تاخر الوداد فدليل لسه ليه ثانية واحدة بس ويانجا وسان داونز. سان داونز مش متأخر, سان داونز أول مجموعته. أول مجموعته؟ خلاص. ما أنا بتكلم على سان داونز. في فرق لازم تبعد عنها دلوقتي. والوداد برضه من الفرق اللي أنت برضه كنت بتبعد عنها. يعني أنت عايز بقى فرق من قليلة شوية. أنت عايز فرق من اللي حظها كان كويس. اللي حظها كان كويس في مجموعه الوداد. يعني انت مش عايز الوداد, انت عايز اسك كمان. اسك اتلتيكو اسك تقريبا اسك هايله يعني تقريبا 10 نقط. مظبوط. ده لاعب اسك لاعب اي حد, انما لا هي الفكره ان النادي الاهلي يلعب اي حد وما يخافش من اي حد. انا بتكلم على الظروف يا كابتن, بتتكلم على لسه ما دخلناش الوضع. مش لازم يعمل سان داونز في الوقت ده خالص. عقبال ما توصل مش كل سنه هيكون لعبنا كذا ماتش. ده اللي انا قصدي, دخلنا الفورمه يعني. بالظبط كده, بالظبط كده. طيب كابتن شريف, فنيا بقى, فنيا النادي الاهلي فرض سيطرته الشوط الثاني,
في اجهاد عند بعض اللعيبه، وانت مش عايز تذكر طبعا بعض اللعيبه، ولكن قلت لازم يتحسن المستوى اكتر من كده شويه. كابتن هالي قال نفس الحكايه. بلال قال كمان. بلال تقطعته حتى؟ لا انا جيت اتكلم في الاول، قلت لي ما احنا هنتكلم. الناس قامت بالوجه الحمد لله، بس ما ذكرش اسامي. لا عمره ما ذكرش. احنا هنا ما بنقولش حاجه، ما ذكرش. الراجل يا ايمن قال اللي احنا قلناه في بالظبط، هو دايما بيقول بعد المباراه انا حسيت اللعيبه انه طلعوا كل اللي عندهم. صح. الراجل قاعد جنبي خبير قال لك قبل الاهلي ما يلعب لازم يسيب جلده في الملعب. مين الخبير؟ خبير اهو قاعد جنبي. كابتن مسام عرفي. بتسالوه؟ ما خدتش بالي من الخبير. انا لحد دلوقتي هسالك حكايه المنتخب دي ليه. لا ف ده مكسب المنتخب. طبعا مين؟ مكسب في اي حته. كابتن اسامه انه راح ولا ما راحش؟ لانه ما راحش طبعا. لا لازم يروح. بس كويس. اراده اللعيبه وروح اللعيبه، وانا لعيب كوره رايح العب ماتش لازم اطلع كل حاجه عندي، خاصه بتلعب في اكبر نادي في افريقيا وفي اكبر نادي في مصر، خاصه ان انت عندك تاريخ وعندك حاجات مع الناس مع الجماهير، خاصه وانت بتلعب بمنتخبات وعندك اسماء كبيره، وكمان خاصه ان الاجواء دي كلها انت عديت فيها ولسه جاي منها من افريقيا. يعني تيجي تتفرج كده تبص تلاقي ايه؟ امام عاشور ما زال هو اللي بيعافر وبيرقص واحد وعنده الثقه على واحد وضد واحد ومش عارف ايه ومش فارق معاه. حسين الشحات بيدور على نظام التعلمه، هروح من الحته الفلانيه عشان اجيب الجول ماشي. راحت منه اول هاف تايم. صح. لما اتاخدت التعليمات في الهاف تايم ولازم تدوني اكتر من كده وانتوا ما عملتوش حاجه خالص الشوط الثاني. ماشي. مع ان هو انا حمله هو كمان. ده انا بحمله هو البدايه. انت قلت على البدايه. انا بحمله هو كمان بدايه التشكيل. كويس. انا عندي لعيبه تقدر تديني ال 20 دقيقه الاخرانيه، وعندي لعيبه هو غيرها ونزل بيها تاني تايم هم اللي يبتدي بيهم دول. باور كريم فؤاد مثلا، كريم فؤاد ده لعيب ستريتش خد منه للاخر وبعدين بغير. مجدي قفشه اديني شويتين بتوعي وشغل الناس اللي انا قدامي. الراجل اسامه ابو علي ده لو سليم كان لازم يبتدي. لازم بقى تعتمد. اطمع لنفسك يا اخي. بص اطمع لنفسك. بص هقول لك حاجه. عندك وقت سريع وبيكسر الدنيا زي ما انت عجبك. قال ده عجبني وبيضغطوا. طب ما احنا عايزين كده، عايزين سنتر فيرود بيضغط وما اعرفش ايه وياخد رضا سليم. ما اطمع لنفسك، ما عندكش ثوابت. احنا بنتكلم بصراحه. ادام انت بقى عاجبك الاداء ده والكلام وشفت اللعيبه وكده عندك المرحله، عندك اللعيبه، عندك اللعيبه اهي. ايوه اي نعم. كانوا عندك مصابين وغصب عنك وكل حاجه، بس يعني خلاص بقى. اطمع لنفسك ولفرقتك، لانك داخل على معترك بعد كده. انت محتاج خلاص، انت داخل مع بقى. انت محتاج الكلمه العليا. ما عندكش تعادلات بقى بعد كده خلاص. لا سواء لا ده سواء محلي ان شاء الله، محلي او افريقي كمان. اولا تخش الماتش، يعني قصه ان انا اتعادل مع يانج افريكان دي مرفوضه. ده انا اتلسع جون في الاخر واطلع زي ما انت قلت. لا ان شاء الله ما يحصلش. انت فهمت قصدي؟ ما يحصلش. لازم يبقى انا عندي من اول هاف تايم 2-0 في ماتش يانج افريكان، ومحضر نفسي كده كلاعيبه وكاداره وكفنيين وكل حاجه. واحنا عندنا سبيس 10 ايام او 8 9 ايام، وعندك تخلله ماتش مش كده؟ عندنا بلديه المحل يوم 3 ان شاء الله. عندك لعيبه تقدر تجربها عشان تثبتها في المباراه بتاعت يانج افريكان دي وتعدي، وبعد كده لما تعدي المراحل دي وتعدي الخطوات دي اقعد مع نفسك كده وفكر ايه الشكل المتاح ليك بعيد عن اصابات اللي يخليك برضه بتحارب. بلاش حته العاطفه، بلاش الراجل ده النهارده عمل لي اسيست بكره يمكن يجيب. لا لا، انت عايز يانج لعيبه سنها صغير بتجري في الملعب في اي وقت عندها لعب. اديك اثنيت النهارده على كريم على كريم نيدفيد. اثنى على كريم نيدفيد ليه؟ لان كريم نيدفيد لسه فيه شباب وبيجري وبتاع، كل ما هيلعب اكتر رغم الاصابه اللي حصلت له يعني هارد لك، ممكن يرجع زي زمان. اللعيب اللي هو بيبقى كان زي محمد محمود فاكرين، كان من نص الملعب بوكس يعني. فانت عندك لعيبه الاساس بتاعها والبيز بتاعها هايل. اي نعم انت كمدرب في اوقات من الاوقات مش هتبقى مع كل لعيب بتكلمه ومع كل، بس دي شغلة الناس اللي حواليك برضه. يعني دي شغلة الإدارة كلها، جهاز معاهم كله بتاعك. لازم يأهل لك ويحضر لك نفسيا وبدنيا وكل حاجة، وزي الدكتور اللي هيديك ورقة النهاردة أو بعد بكرة هيقول لك أنت المتاح ليك إيه يوم ماتش البلدية اللي هيلعب قدامك. فإحنا إذا كنا بنبارك النهاردة فبنبارك، لأن إحنا كان الشوط الثاني الوضع السليم. بنبارك لنفسنا عشان احنا عارفين كلنا ولعبنا كلنا في افريقيا ان افريقيا يا جماعه مش سهله.
افريقيا بننزل الملعب 60% من لعبنا بيروح. ايوه. بنبقى على الفنيات والحرفيات والشوط والتانيين فرقه اللي احنا بنلعبها كمان الحمد لله انها فرقه مش قد كده. أيوة. يعني فرقه برضو اساسياتها مش جامده. أيوة. مبروك النهارده. الله يبارك فيك. طبعا من ضمن الكلام اللي قاله برضو مستر كولر ان هو في افريقيا والواحد بيتعلم، هو اكيد طبعا بيتكلم على النقطه الظروف المعاكسه اللي حصلت قبل المباراه، وان هو سافر قبل الماتش بيومين بس، فالظروف المعاكسه اللي حصلت مع ان هي يوم او يومين قبل المباراه كان ممكن تشكل، وهي شكلت يمكن في الشوط الاول النهارده بعض المصاعب، ولكن قدر النادي الاهلي يظهر بشكل مختلف في الشوط الثاني. فممكن المره الجايه بدل ما يسافر قبلها بيومين، هو قال نفسه ان هو بيتعلم، الواحد بيتعلم، ويمكن وانت بتلعب في افريقيا بتتعلم حاجات كتير، ممكن تتعلم، هو مش عايز يقول نتعلم من اللي حصل، لكن اكيد هيتعلم من اللي حصل، بدل ما نسافر بعد كده قبلها بيوم قبلها بيومين اكيد هيبقى في فتره كافيه علشان الظروف، ما تضمنش الظروف، ما تضمنش ايه اللي ممكن يحصل. طيب تعالوا نروح نشوف لقاء مع وسام ابو علي ونرجع لحضراتكم تاني. كابتن وسام، هل مبروك النهارده الفوز وبرضه مشجع ومبروك عليكم. شكرا كتير الحمد لله. لا انا مبسوط كتير انه ربحنا الماتش اليوم، كسبنا يعني شيء مهم كتير لإلنا ولإلي انا وللفريق ولجمهور النادي الاهلي الحمد لله. ويعني مش اول ماتش لي انا كمان، كتير مبسوط انه دخلت الماتش يعني وقت ناطر انا لي من لما مضيت مع نادي الاهلي، ناطر هالوقت انه انزل العب بكنزه نادي الاهلي، فالاهلي الحمد لله وربحنا اهم شيء. مختلف عليك شويه، ولكن انت كنت على الفريق. لا اجواء مختلفه كثير بدي احكي صراحه، انا جاي من 20 تحت صفر وهلا 35 ورطوبه، بس الحمد لله انا كثير مبسوط بالنادي وكثير بحب العب مع اللعيبه اللي بالنادي، وحاسس حالي انه بلبق بالنادي انا، ما حاسس شيء مختلف كثير، عم بلعب زي وسام ابو علي وان شاء الله راح افوز بالطريقه دي. لا جماعة بس أنا إلي أبص التمرين وأتمرن مع الفرقة، فأنا عارف شو بدي أعمل وأنا عارف ليش جاي على النادي الأهلي ألعب كوسام وإن شاء الله خير. انا كان جاي على بالي اجيب الجول اليوم طبعا، بس اهم شيء انه كسبنا واخذنا 3 نقط، ان شاء الله المباراه الجايه نجيب جول، بس كل مره كل ماتش اهم شيء انه نكسب وبعدين بيجي اجيب جول انا. ان شاء الله يكون ماتش النهارده البدايه لوسام ابو علي متحرك فعلا زي ما قالوا الكباتن، وصل للجول لفه واحده بشماله، واضح ان هو بيلعب على الجول كويس، بيهدد لعيب هداف، ان شاء الله ربنا يوفقه الفتره اللي جايه ودي تكون بدايه جيده النهارده. كابتن اسامه، يمكن كابتن شريف اتكلم على حاجه، بس انا عايز اتكلم في نقطه. احنا دايما ما بنحسهاش عند المدربين الاجانب، يعني دايما كنا نقول ايه، المدربين المصريين عندهم حته العاطفه كويس، المدرب الاجنبي جاي وخصوصا لو في نادي اهلي عايز يكسب، حته العاطفه دي حاططها على جنب، ما بيعملش حساب ده مين ومين اللي هيلعب، وده حتى لو اسهمه كبيره ممكن في الاول يلعبه بعد كده لما يبقى الموضوع بالنسبه له في ان دوت عال عليا ده مش هيكسبني، في احسن منه يكسبني، موضوع العقليه دي مختلف تماما عند المدربين الاجانب، خصوصا ان مفيش حد عايز يخسر، مفيش مدرب في الدنيا عايز يخسر. لا المدير الفني الاجنبي نفس الحكايه، اعتقد حته العاطفه دي مش موجوده عند المدربين الاجانب. لا مش الاجنبي بس، هو اي مدرب مفروض ان حته العاطفه دي مش هي اللي تتحكم فيه، لانه انت زي ما انت قلت هو عايز يكسب عشان سعره بيعلى، عشان اسمه بيكبر، عشان بينتقل في حتت افضل، بيتحط في السي في بتاعه، ده الطبيعي والمنطقي. ولكن احنا خدناها ان في بعض المدربين المصريين عندهم حته العاطفه ممكن تتحكم فيهم، ممكن لاسباب كتيره، ممكن من السمع كتير من الناس، ممكن من
معاشرته للعيبه مثلا يكون في النادي عارفهم وبتاع احتمال، بس انا بقول لك ده مش المنطقي ومش الطبيعي، مش الطبيعي يكون كده. الاجانب برضو بعضهم عنده، مش كلهم طبعا اكيد، احنا اشتغلنا مع ناس ما عندهمش الموضوع ده، واتمرنا تحت ايد ناس ما عندهمش الموضوع ده، لكن في ناس برضو بترتبط مع لعيبه عاطفيا، مش معنى انه يرتبط بعاطفيا يلعبوا على حساب الفرقه، ممكن يكون هو مرتبط مقتنع فاهم ان هو ده. كنت موجود ايام مانويل جوزيه في الجهاز كنت موجود ايام فلافيو من السنه الاولانيه طبعا. السنه الاولانيه انا مشيت بعد كده 2005 2006. لا ما انا بتكلم على النقطه دي بس ان هو مؤمن باللعيب بقدرات مش عاطفه. طيب هو مؤمن بقدرات هذا اللاعب وفضل وراه. احنا هنا عندنا لاعب برضو هو اعتقد ان هو اللي اختاره وجابه وهو مؤمن بقدراته طيب فبنتكلم احنا في النقطه دي. ماشي طب بعد اذنك بس من العاطفه يعني. نطلع نشوف لقاء مع كابتن خالد بيبو وبعدين هنرجع هنطلع نشوف لقاء مع الكابتن خالد بيبو ونرجع مرة أخرى. كابتن خالد بيبو يعني مبارك لك النهارده فوز مهم جدا خارج ملعبنا بالرغم من الظروف اللي كانت محيطة بينا وحسم التأهل لدور ربع النهائي. الحمد لله طبعا المكسب كان كويس، رحلة كانت طويلة وكان فيها صعوبات كتير، الحمد لله يعني بنختم السفرية بمكسب كويس، ده حاجة كويسة عندنا طبعا. طريق العودة نتمنى إن شاء الله إنه يبقى الدنيا ماشيه بشكل كويس ونوصل بالسلامه، ده اهم حاجه. ومبروك للعيبه النهارده، عملنا جيم كويس واهم حاجه في الاوقات دي في الظروف دي ان انت تطلع بالثلاث نقاط. يعني ليك دور كبير جدا مع الجهاز الفني في تجهيز اللعيبه من الناحيه النفسيه، في ان ازاي يبقوا مستعدين وتركيزهم كله في الماتش بعيدا عن الجوانب الاداريه اللي انت كنت متوليها مع مسؤولي النادي. طبعا انت شغلنا ان احنا ان انت تجهز اللعيبه تبقى مرتاحه على قد ما تقدر، تحاول توفر لهم كل الامكانيات اللي تقدر تساعدهم، بس انت برضه بتتكلم مع لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي دي مرت بصعوبات كتيره وبتقدر ازاي ان هي تتغلب على الحاجات دي. طبعا هم يعني بيبقى الامور بالنسبه لهم طبعا بيقدروا في اي وقت ان هم يغيروا ويخش ينزل الملعب، ما بقاش في عنده مشاكل، بينسى كل التعب لان هو دايما بيفكر في جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي عايزك على طول بتكسب، عايزك على طول نمره واحد، فهو تفكير لعيبه النادي الاهلي كلهم نفس التفكير، مجرد ان هو نزل المباراه نسي كل حاجه. طبعا اكيد يعني بيبقى في صعوبات في الاول على ما تخش في الجيم وممكن يبقى تخسر بعض الوقت، انما في الاخر بتقدر ان انت تحقق الهدف من المباراه اللي هو انها تكسب الجيم. يعني حققنا النهارده العديد من المكاسب، يمكن من ضمنها مشاركه لعيبه زي كريم لطفي زي وسام ابو علي، شايف ازاي اللي هو الحاجات المكاسب اللي احنا حققناها بشكل عام النهارده بجانب الثلاث نقط؟ ده طبعا اي لعيب بيخش، طبعا وسام اول مباراه بالنسبه له رسميه حاجه كويسه، لعيب كويس وعنده امكانيات كبيره، قابله سوء حظ في البدايه ان هو اتصاب، رجع تاني دخل على طول الجيم، يعني ان شاء الله مع ضيع فرصه كانت سهله قوي ان هو ممكن يجيب جول، بس هو اتحرك كويس وعملها بشكل كويس. ندفي طبعا لعيب كويس وواحد من كباتن الفريق، ان شاء الله ربنا يكرمه في الفتره الجايه ويمشي بشكل كويس. اخيرا جماهير النادي الاهلي وراه في كل مكان، اي ملعب بنكون موجودين فيه بتكون جماهير النادي الاهلي، وهم دلوقتي يمكن بيندهوا لك وعايزين جمهور النادي الاهلي ده احنا يعني هو نمره واحد عندنا، واحنا بنشتغل عشان جمهور النادي الاهلي سواء مسؤول سواء لاعب اي حاجه تنتمي للنادي الاهلي، ويجيلك الفرصه ان انت بتمثل النادي الاهلي في اي مكان انت لازم تعمل كل تقدر عليه، لان جمهور النادي يستحق اكتر من اللي احنا بناخده، يعني احنا بناخد منهم حاجات كتير قوي المفروض ان احنا نديهم حاجات اكتر من بكتير، يعني يعني جمهور النادي الاهلي يستحق حاجات كتير يعني بصراحه. شكرا شكرا ربنا يبارك فيك. برضه واضح الرضا عن ماتش النهارده وعن المكسب بالذات بالنسبه للكابتن خالد بيبو مدير الكوره. المكسب الحمد لله رب العالمين، احنا تعودنا على الفوز في النادي الاهلي، وخصوصا لما زي ما قالوا الكباتن ان انت بتسعى له. يعني الشوط الاول حسينا ان مفيش سعي للمكسب، كانت الحاله غريبه شويه. الشوط الثاني لا،
في اصرار، وزي ما قال مستر كولر الشكل ده غير تماما. هو اتكلم مع الفرقه شكل مختلف تماما الشوط الثاني، كان في اصرار، في عزيمه، في لعيبه داست على نفسها شويه، فالشكل اختلف. قدرت تجيب جول، قدرت تهدد وتحافظ على المكسب. شخصيه النادي الاهلي وضحت الشوط الثاني. طيب نروح كمل ولا ما كملش؟ طيب قبل ما نتكلم مع كباتن، ماشي، نروح لقاء مع كريم ندفد ونرجع نتكلم مع كابتننا كوبار مره اخرى. كابتن كريم، يمكن لوز بيبارك لك النهارده على الفوز النهارده على مريانا كمان في الربع النهائي، وفي نفس الوقت برضه مشاركتك وتألق النهارده الحمد لله. يعني اهم حاجه المكسب ده كان مهم جدا بالنسبه لنا عشان نحسم التاهل من النهارده، عشان انت عارف احنا عندنا ماتشات كتير الفتره الجايه، فيبقى عندنا فتره لو الكوتش يبقى عايز يريح حد في الماتش بتاع يانج افريكان. فالحمد لله ده اهم حاجه المكسب، واهم حاجه ان احنا ادينا ماتش كويس. اللعيبه كلها النهارده كانت رجاله، الجو كان صعب، حتى كمان كان عندنا مشكله في الطيران، فكل الحاجات دي احنا طارق بس احنا الحمد لله قدرنا نتغلب عليها، فده الحمد لله ده اهم حاجه. يعني الحمد لله برضه الحمد لله رغم ان مثلا جالك فتره كبيره يعني الحمد لله الواحد الفترة اللي فاتت بيشتغل، بيعمل اللي عليه، بيتمرن كويس، والحمد لله يعني ربنا وفقه النهارده وعملنا ماتش كويس الحمد لله. خلاص كابتن هاني، كان ليك كلام على كابتن اسامه، كلام الكابتن اسامه اللي قاله او اللي كان عايز يقوله؟ لا يعني خلينا نتكلم هو ممكن يموت فيها. لا اصل ما كملتش الكلام. كمل كلام. فمش معنى ان المدرب في مدرب بيراهن على لعيب معين، وكلنا مرينا بالتجربه دي كويس. انت بتبقى شايف من وجهه نظرك حاجه ممكن مش واصله للمشاهد او اذا كان نقاد او محللين او كذا او كذا، بيبقى انت ليك وجهه نظر كمدرب ماشي، ولكن انت برضو بشر بتسيبه وتخطئ. انت مش اصل واحد يقول لك ايه هو المدرب عايز يخسر، ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش صح المدرب مش عايز يخسر، لكن المدرب عنده قرارات خاطئه. اي مدرب في العالم ممكن يحصل له انه ياخد قرار خاطئ في لاعب مثلا، ويكتشف انه الناس اللي بتقول عليه هي اللي قرارها سليم مش هو، رغم ان هو يكون مراهن عليه واداله فرص واداله فمش كل تجربه زي الثانيه. يعني كابتن شريف اتكلم على موضوع فلافيو اولا كان سنه اصغر، كان سنه صغير يعني 27 28 ما كانش. ثانيا النادي الاهلي كان فيه نجوم كبار، وبلال عاش الفتره دي كان فيه 500 واحد، والاهلي بيكسب، والاهلي في من احسن فترات مر بيها. صحيح. يعني كان موجود بلال وعماد متعب وفلافيو وفي نص الملعب ابو تريكه ومين واسامه حسني كان موجود، واسامه حسني ادى اربعه فراوده اهو، وحسام غالي كان وحسام غالي في نص الملعب ووائل جمعه ورا واحمد فتحي، كانت تيم جامد والاهلي بيكسب على طول وبيأدي بشكل حلو. فمستر ممكن تتحمل، ما هقول لك بس مستر مانويل بركات واسلام الشاطر واسلام مبركات، انا مش عايز انسى حد. لا فرقه تيم يعني انا الفرقه بص يا كابتن، الفرقه احيانا كتيره جدا لا تساعد المدير الفني. مظبوط. مش تساعد اللعيب بس، تساعد المدير الفني، تساعد المدير الفني في قراراته، هو حتى لو اخطا في قراراته تمام الاداء والنتيجه تساعدك. صحيح. فالناس ما يعني حتى لو بتنتقد يعني هتنتقد بشكل بسيط جدا. بزبور. جدا يعني انا الكابتن مثلا ايه لاعب بلال ما لعبش ايمن شوقي النهارده، الفرقه كسبانه 4 اسمه بلال ما جابش جوان، مش مشكله خلاص الفرقه بتكسب. صح. زي الفل. صح. فاهم قصدي؟ صح. يقول لك التروس يعني متركبه صح على بعضها. والعمليه ماشيه. صح. فالنهارده حتى لو بلال مثلا قعد فتره طويله ما يجيبش جوان، حتى مثلا لو اسامه عرابي ما عملش كام اسيست في كام ماتش، طالما الفرقه بتكسب شكلها تمام حلو. خلاص انت ما عندكش مشكله، انت كمدير فني ما عندكش ازمه. انما النهارده لو الفرقه ما بتكسبش اول واحد بيلام المدير الفني، مش بس اللعيب، لا. صح. المدير الفني بيلام انت ليه لعبت فلان، انت ليه اصلا ما خرجتوش ما بين الشوطين. انت فاهم قصدي؟ انت ابتديت بيه التشكيل ليه الماتش ليه؟ فهنا كابتن التوفيق وعدمه طبعا. واداء الفرقه والنتائج
هي اللي بتقرر اذا كان المدير الفني صح ولا غلط. فاهم قصدي؟ مش بس تسجيل الاهداف او عدم تسجيل الاهداف. صحيح. ففي ظروف مختلفه من حد لحد، وزي ما بلال من وقت لوقت ومن ظروف لظروف، ففي حاجات كتير بتساعد. يعني مستر مانويل جوزيه حتى في لافيو انا فاكر كويس قوي اداله صحيح وكان بتاع، بس احنا بنكسب زي ما بلال بيقول. جه في وقت ابتدى يزهق. انا بقول لك، انا عارف انا بقول ايه. في وقت جه بقى يزهق، بس لعبه مره والتاني ده راحت موضوع فتح بقى معاه. خلاص بقى مشيت الامور. كان ابتدى يبقى في تفكير ان ممكن في نهايه السنه يبقى خلاص. بس انا هقول لك حاجه في يعني انا اقصد ماشي. يعني انا اقصد مش المدير الفني معنى انه خد رايي في حاجه وشايفها مش ماشيه هفضل الى ما لا نهايه عايز صحيح. اثبت وجهه نظري بالعافيه ان هي صح ورغم ان هي ممكن ما تكونش صح، انك انت في النهايه برضو بشر يعني ممكن تخطئ. ما مش عيب انك انت ممكن تكون قرارك مش مظبوط. طيب كابتن هاني كان ليك كلام في النقطه دي، بس خليني اقول يمكن الكابتن اسامه برضو قال لك الفرقه هو غطى الموضوع بشكل كويس جدا. هو خلي بالك كل مدير فني بيبقى ليه استراتيجي كده معينه كويس. وليه رؤيه في البوزيشن معينه، وليه كمان خلفيه بالنسبه للفتنس بتاع اللعيب، ليه بالنسبه للعيبه المصابه ممكن تاخد قد ايه عدد الدقائق. خلي بالك اللعيب لما بيرجع من الاصابه، في لعيب ممكن جدا يرجع من الاصابه ويؤدي بسرعه يؤدي بشكل مزبوط. جيد في لعيب بياخد وقت. خلي بالك ده ليها قياسات طبيه وليها يعني ليها الهيستوري بتاع اللعيب نفسه. لو قادر خلاص وصلت لمرحله الشفاء التام، في لعيب بيقول لك ده يلعب 45 دقيقه بس لانه لو لعب اكتر من كده ممكن يتعوض. بالظبط. لعيب تاني يقول لك لا يلعب 60 دقيقه، لعيب يقول لك لا خش ممكن يكمل المباراه كلها. فكل دوت دراسات، وده شيء علمي بيساعد المدير الفني ان هو يقول لك اللعيب ده يخش امتى. من الواضح مثلا التغييره بتاعت موديست بوسام في الدقيقه 60، واضح جدا ان وسام جاي من فتره مزق في الخلفيه والعضلات الخلفيه دايما او اصابه العضلات بتبقى غلسه شويه، فواضح جدا ان في لا ده ممكن ياخد نص ساعه كويس. او ياخد 35 دقيقه، وبالتالي الترتيب او جزئيه ان انا ابدا بمين وما ابداش بمين مش راجعه بس لكفاءه اللعيب ولا لا، راجعه كمان هو هيديني قد ايه، وال ما فيش راس حربه غير وسام، هو كان في المركز ده ما عنديش بدائل تانية، وبالتالي لا انا هبدا بموديست. انت بتتكلم في مركز معين مش بصفه عامه؟ لا بمركز معين وبصفه عامه. ممكن مثلا رضا سليم مثلا، يعني رضا سليم ما بداش المباراه ليه؟ كمان رضا رغم ان هو بدا شويه ولعب مباراه وديه، لكن ممكن يكون عدد الدقائق المظبوطه ليه او عدد الدقائق اللي تسمح انه يلعب بشكل كامل وبشكل 100% هي مثلا 25 دقيقه. ايوه. فده بتتقاس خلال الايام اللي فاتت، الجزء البدني عامل ازاي، اصابته عامله ازاي، الريسك قد ايه، كل دي حاجات. حلو. قول لي. ماشي 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 ماشي. انت بتتكلم على قياسات وحاجات تانية ماشي، بس ايه اللي يفرق مدير فني عن مدير فني؟ كل مدير فني ليه الاستراتيجي بتاعه، ليه دماغه اللي بيفكر بيها. يعني في لعيب زي ما بقول لك، هو دلوقتي كمان لازم نتاكد ونعرف ان يعني العلم دخل بشكل كبير طبعًا. جدا 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 في التدريب، وان كان في اجهزه بتقيس، والمدير الفني بيؤمن بالكلام دوت بشكل كويس. ومش معاه محلل، معاه بدني كمان. طبعا ما هو بياخد من المحلل البدني، وبياخد اصلا من الدكتور، ممكن يقول له لا يعني ممكن يكون فيها ريسك شويه فخليه. هم اللي بيحددوا. يسال المحلل البدني او الراجل اللي عنده القياسات ده، يقول له لا 35 دقيقه. في حاجات علميه دلوقتي بيطلع لك اوتوماتيك اللعيب دوت صح بالقياسات ديت بحالته كده، يلعب 35 دقيقه، يلعب 25 دقيقه كويس. ما يبداش. فدي حاجات انا كمدير فني لازم اسمع كلامه. مش ده امال انا بشتغل ليه؟ انا بسالك. يعني طبعا افرض انا عندي تصميم ان انا لا انا عايز اللعيب ده يلعب، ياخد بقى الريسك ما ياخدش الريسك، هو الراجل هو بتعرف. صاحب القرار في الاخر ممكن يقول لك اوكي ده يلعب 30 دقيقه بس انا هبدا بيه مثلا او هلعبه ساعه. ده في عمليه ريسك وده على، لكن ما فيش زي ما الكابتن اسامه قال، عمرك ما هتلاقي قرار تغيير او قرار تشكيل واضح 100% 100%. لان ليه مواقف وليه عوامل كتيره جدا بلال اتكلم عليها. انت لو كسبت المباراه بسكور عالي مش هتجيب سيره ديت، بس هو المدير الفني ما بيبصش لما بعد المباراه، هو بيتكلم على المباراه. انا داخل المباراه ادواتي كذا كذا كذا، اللي هو مؤمن بيه او اللي هو
بيفكر انه هكسب بالادوات دي هيلعب بيها، مفيش مدرب هيحط واحد وعارف انه مش هادي له يعني. فكل دي عوامل بتختلف من مدير فني للتاني، طرق اللعب بتختلف، الامكانيات اللعيب البدنيه والنفسيه كمان بتخش في الموضوع. اللعيب ده ممكن احطه في مباراه زي دي فيها ضغط عالي وفيها انك مباراه مصيريه، في لعيب يتحمل ده وفي لعيب ما يتحملش ده، ففي عوامل كتيره جدا بتادي انك لما انت كنت مدير فني كنت ما حصلتش مره ان انت كنت مصمم على لعيب وبقيت تشركه فتره واللعيب ده خذلك؟ يعني بيحصل على فكره اللعيب مع معظم المدربين، يعني المدربين خلي بالك مثلا في الاولمبياد انا المباراه الاولى كانت امام البرازيل الاولمبياد 2012 كان محمد صلاح اتعور شويه او كان جاله شد شويه، فكان جيل ريبورت من الدكتور مع بتوع الدكتور الدكاتره بتوع بازل قالوا لي كده بالظبط، قالوا لي لو عايز تشارك محمد صلاح يا ريت يكون اخر ربع ساعه. اوكي نزلت المباراه من غير صلاح واشركته لمده نص ساعه، اخر نص ساعه، وعمل ماتش كويس ويعني كنا قريبين نتعادل. فبقول لك هي الامور ما بتتحسمش زي الناس اللي برضه بتتفرج، هو ما نزلش ده ليه او هو بدا بده ليه، لا في عوامل كتيره جدا جدا الناس ما تعرفهاش والمحللين حتى ما يعرفهاش. صحيح. بتادي ان هو لا ده مجبر على الجزئيه ديت او هو شايف ان ده الافضل للعيب وللفرقه، فكلها متغيرات، كلها صحيح. متغيرات وما فيش قرار صائب 100% وما فيش قرار خاطئ 100%. مظبوط. طيب عموما بينضم لنا الان الزميل العزيز محمد الباز وهنتكلم بقى على ارقام مباراه اليوم. اكيد في اختلافات بين الشوط الاول والشوط الثاني. مساء الخير. اكيد كابتن محمد. مساء الخير كابتن ايمن. مساء الخير على الكباتن. بكل تاكيد طبعا في اختلاف كبير جدا بين الارقام في الشوط الاول والشوط الثاني، بس خلينا نربط الارقام كلها ببعضها. كابتن ايمن كنا بنقول قبل المباراه ان فريق مدياما فريق مش عايزين نقول هو خصم ضعيف، ولكن هو عنده مشاكل كبيره جدا. مزبوط. من الناحيه الدفاعيه او حتى من الناحيه الهجوميه، ما عندوش البالانس ما بين الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه. كنا بنقول هو بيمتاز بالضربات الثابته او الضربات العرضيه او العرضيات من الاوبن بلاي، بالتالي كنا بنحذر دايما عايزين نتجنب ده. في الشوط الاول بالارقام بقى كابتن ايمن، في الشوط الاول بس هم كسبوا تقريبا 11 فاول ضد النادي الاهلي من على الاطراف طبعا، وده كانت بتشكل خطوره كبيره جدا علينا، فده اول رقم كنا المفروض نتجنبه. ولكن العرضيات برضو عندهم كميه عرضيات 12 عرضيه في الشوط الاول، منهم اثنين بشكل صحيح، الدقه ما كانتش احسن حاجه. حتى النادي الاهلي احنا عملنا ثلاث كروسات بس في الشوط الاول، منهم واحده بس بشكل صحيح او دقيق. عايز نخش في ارقام المباراه كلها بشكل عام ونتكلم ان احنا الشوط الاول ما كناش يعني على المستوى العالي اللي هو نقدر نترجم الارقام اللي احنا شفناها عن فريق مدياما لفرص ايجابيه لنا، ولكن الشوط الثاني بدأنا ان احنا نلعب بالضغط العالي السليم اللي هو الاجريسيف على الفريق دوت، لان الارقام كانت بتقول لنا البول لوست او خساره الكره عند مدياما اكتر حاجه تحت الضغط، وخاصه في نص ملعبهم او في التلت الهجومي حتى، لان هم بيندفعوا او بيلعبوا الشكل الهجومي بشكل في اندفاع بشكل فيه عشوائيه، بالتالي اي ضغط عليهم في اي مكان حتى في الملعب بتقدر انت تاخد الكوره وتشكل خطوره عليه. ده اللي بدانا نعمله ونترجمه مع بدايه الشوط الثاني بالاخص. بالظبط. خلينا نستعرض احصائيه وارقام الشوط المباراه عموما الاجمالي المباراه، ونقف عند الارقام المهمه اللي احنا قدرنا نكسبها النهارده. ماشي. الحمد لله طبعا فوز بهدف نظيف، يعني حصلنا على ثلاث نقاط، الانذارات ثلاث انذارات ضد الاهلي وانذار ضد مدياما. ده الأخطاء اللي كنا بنتكلم عليها يا كابتن أيمن. الأخطاء طبعا الفاولات الكثيرة، 20 فاول ضد النادي الأهلي و16 ضد مدياما، وكنا دايما بنحذر الأخطاء ديت نبعد عن منطقة الجزاء، ويعني للأسف كان في أخطاء وفاولات بشكل كبير جدا. الركنيات 3 للأهلي 7 ركنيات لمدياما. التسلل وقعنا 3 مرات قصاد برضو 3 تسلل لصالح برضو مدياما أو ضد مدياما. نكمل برضو الارقام ونقف على نشوف الاهداف المتوقعه الاكس جي. يعني مدياما فعلا كان في فرص في الشوط الاول، كان في تهديدات، مصطفى شوبير يعني شال تقريبا 4 فرص محققه او 4 تسديدات كانت من داخل البوكس، بالتالي وصل الاكس جي عندهم يعني تقريبا لثلاث اهداف كان ممكن يحرزوهم خاصه في الشوط الاول. دي اهداف متوقعه مش محققه، لا مش من الفرص المحققه، هو كان في تهديدات على المرمى من تسديدات وشفناها بشكل كبير جدا وشالها مصطفى.
الفرص زي ما بنقول برضو دي الفرص مش الفرص المحققه، فرص بشكل عام اللي هي تم صناعتها في خلال من خلال المباراه. الاستحواذ المباراه اجمال المباراه 50-50، ولكن الشوط الاول هم كان 51، يعني النسبه كانت متقاربه 49 للنادي الاهلي، اما الشوط الثاني كان 51% للنادي الاهلي مقابل 49 لميديام، يعني تقريبا احنا خدنا الاستحواذ بشكل افضل شويه نسبيا. ومع التمريرات يعني احنا عندنا 405 تمريره، 321 بنسبه بشكل صحيح او دقه صحيحه تصل ل 79%، ودي تقريبا اقل دقه من التمريرات في مباريات الاهلي في اخر 15 مباريات، يعني دايما كنا نصل ل 87 و88% من دقه تمريراتنا، بالتالي كنا دايما نكسب الاستحواذ. بالنسبه للشورت باسس برضو ده اقل رقم، 295 شورت باس عملناها او تمريرات قصيره بالنسبه للنادي الاهلي مقارنه بالمباريات السابقه، ولكن الدقه كانت 87% وكنا نصل ل 90% يعني. بس من ملعب المباراه بيبقى ليه دور احيانا طبعا، اكيد اكيد طبعا في ظروف خارجيه وعامل خارجيه وارضيه الملعب. وياسر ابراهيم هو اللي واخد الانذار الثالث؟ نعم. ادى ياسر ابراهيم انذار؟ تقريبا في يعني انذار خرج، ولكن كريم نيدفيد ومحمد هاني ما جابوش، ما عادوش عشان انتوا حاطين ثلاث انذارات. انا كنت عايز اعرف مين الثالث. دي تقريبا هو خد انذار يعني، وبعد ما خرج بره ورجع تاني تقريبا يعني عشان هو رمى نفسه جوه الملعب حاجه كده، فخد انذار، فهو الاحصائيه طلعت ثلاث انذارات ضد الاهلي. نكمل الارقام اللونج بولز يعني ماشي. العرضيات هنا كنا بنتكلم ان ميدياما عملت عرضيات بشكل كبير جدا في الشوط الاول، وبالتالي كملت برضو لان ده طريقه لعبهم، ستايل لعبهم في الاتاكينج والهجوم. عملت 19 كروس، 5 منهم صحيحه بنسبه 26%، اما النادي الاهلي 10، وده من اضعف الارقام ايضا في العرضيات عند النادي الاهلي حتى في الركنيات زي ما شفنا، منهم 4 صحيحه بدقه 40%. الدريبلينج كان عندنا طبعا بنتفوق عليهم 50%، يعني 12 منهم 6 صحيحه، هم بس 8 و3 صحيحه. كسب الكره عندنا 95 مره، هم 99 مره. احنا شفنا فعلا هم كانوا في الشوط الاول بيحاولوا بيعملوا البول ريكفري بشكل سريع، وبداوا ان هم يسترجعوا الكره واستعاده الكره بشكل سليم وصحيح كتير جدا في الشوط الاول بالاخص لمدياما. خسرت الكره 45 مره، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه كابتن ايمن مع بدايه الشوط الثاني، بدا في ضغط من الاهلي بشكل سليم جدا وغلطناهم، وفعلا الفريق ده ضعيف جدا في حاله ان هو يطلع بالكوره تضغط عليه هتخسره الكوره بشكل كبير جدا. خسروها 45 مره مقابل 27 مره للنادي الاهلي. تصديات حراس المرمى النهارده مصطفى شوبير، وبالمناسبه هنستعرض ارقام مصطفى شوبير، هو من اعلى تقييم يعني وصل ل 8.2، ان 5 تصديات مقابل تصديه او تصدي وحيد لحارس فريق ميدياما. ده كده ارقام المباراه. في ارقام مصطفى شوبير، مصطفى شوبير لي تاني مباراه على التوالي، مباراه شباب بلوزداد والنهارده، يحصل على اعلى تقييم يعني فوق ال 8.2. ده بيقول لنا ان ده من واقع الارقام ومن واقع التصديات، 5 تصديات منهم 4 من داخل منطقه الجزاء، كان في تسديدات عليه بشكل مباشر، شالهم لمس الكره 38 مره. التمريرات عنده النهارده حتى كان في دقه الى حد ما، يعني 67%، 30 تمريره منهم 20 بشكل صحيح، 67% الدقه بتاعتهم. التمريرات الطوليه يعني ساهم بشكل كبير في اللونج بول، 16 لعبه او 6 تمريره طوليه منهم 6 فقط يعني بشكل سليم او صحيح. التقييم بتاعه النهارده وصل ل 8.2، وده من اعلى التقييمات في الفرقتين لتاني مباراه على التوالي. ده بيقول لنا لا احنا مصطفى النهارده عمل مباراه كويسه جدا وتصدى لخمس تصديات زي ما قلنا. الضغط اللي احنا عملناه خلانا نكسب الكوره بشكل كويس جدا. هنستعرض بعض الحالات بس في الشوط الثاني، حالتين نوضح بيهم ازاي احنا قدرنا نضغط على الفريق وناخد الكوره. ولكن عايز اقول لحضراتكم ان احنا دلوقتي في دور المجموعات الاهلي يعتبر ثاني افضل فريق من الناحيه التهديفيه، احنا حرزنا 5 اهداف في يعتبر في الخمس مباريات، وده اقل رقم او معدل تهديف للاهلي في مثلا في دور المجموعات فقط. طبعا احنا سابقنا طبعا اسك ميموزا الايفواري جاب 7 اهداف. وعايز اقول لحضرتك يا كابتن ايمن، احنا اكتر فريق خلق فرص محققه في دور المجموعات ب 15 فرصه محققه، 15 فرصه محققه في الخمس مباريات، يعني بمعدل 3 فرص محققه كان ممكن تحرز منها اهداف. وعندنا 3 كرات في العارضه، يعني شكل الهجوم للنادي الاهلي من ناحيه صناعه الفرص واضاعتها ايضا هو الفريق الافضل يعني. دي في الدقيقه 47 زي ما كنت بقول لحضراتكم مع بدايه الشوط الثاني، خلاص بدانا نعرف احنا عارفين نقطه ضعف الفريق هنا، يعني في كان في ضغط
مكثفه وضغط ثنائي على حامل الكره هنا اللاعب الباك او الباك رايت بتاع ميدياما، وفعلا خسر الكره واحنا كسبنا الكره ديت. اتلعبت على ال 18 لامام، لو نفتكر امام طبعا عدل وشاطها يعني كانت بره الثلاث خشبات هنا يا كابتن. ايوه بالظبط. ده اول مثال. حتى بعدها برضو في الدقيقه يعني 52 53 اعتقد في اخر 58 بالظبط كان في برضو ضغط بنفس الشكل من ناحيه اليمين عندهم، كان هنا في نقطه ضعف كبيره جدا، قدرنا ان احنا نستخلص ونسترجع الكره بسرعه جدا ونترجمها لفرصه او يعني خطوره على مرمى ميدياما. للاسف لو كان في سرعه وتركيز او دقه اكتر كان ممكن نسجل اكتر من هدف من هذا يعني من هذه الضغط الشرس اللي كنا دايما بالزبط. شايفينه. اعتقد لو كان ده بدانا بيه الشوط الاول، ولكن احنا عارفين الظروف المحيطه اللي احنا تعرضنا لها. ولكن انا بنتكلم ان اهم نقطه ايجابيه ان احنا فزنا ثلاث نقاط يعني بنسبه 90% تقريبا او اكتر شويه، يعني ضمننا الصعود سواء اول او ثاني. مباراه غدا طبعا شباب لوزداد ويانج افريكانز هتحدد حاجات كتيره، ولكن اعتقد بدا في ارتياحيه شويه ويعني نخرج بس من دور المجموعات. اعتقد احنا كده يعتبر حسمنا بشكل كبير بنسبه كبيره وبدا يكون في ارتياحيه مقارنه بالاعوام السابقه. كان في شويه لحد اخر لحظه في منافسه وكان لسه بس في ناس كتير كانت بتتفائل ان احنا ناخد المركز الثاني فبيقول لك احنا هناخد البطوله. طبعا دي مالهاش علاقه ولكن احنا ماشيين بشكل كويس جدا. صحيح. عندنا النسب التهديفيه ومعدلات التهديفيه طبقا للارقام محتاجين ان احنا نشتغل عليها بشكل افضل ليعني اقتناص الفرص من كميه الركنيات والعرضيات وحتى الثرو ان، حتى بنعمل فرص او تمريرات للفاينل سيرد او الثلث النهائي عند الخصم بشكل كبير جدا. صحيح. يعني نتمنى ان احنا نشتغل عليها بشكل افضل ونكون دايما يعني اعتقد كمان من ضمن الارقام ان النهارده اعتقد ان لم تخني الذاكره اول فوز للنادي الاهلي في الاراضي الغنيه. صحيح. يعني كان في يعني يقال كوتوكو في لا 1-1 كان تعادل مع محمود خطيب 82 كان 82 اه اللي الاهلي خد فيه البطوله الافريقيه. بالتالي كابتن شريف كان متواجد بس ما حضرتش المباراه. انا حضرت البطوله دي كلها بس الحادثه بقى ما قدرتش العب الفاينل عشان كده كسبنا. وده كان رد مستر مارسيل كولر امبارح. انا ما بصش للتاريخ بشكل كبير ويهمنا طبعا ان احنا نركز على المباراه والهدف الاسمى ان احنا حققنا الفوز والثلاث نقاط النهارده. صحيح. شكرا جزيلا يا محمد، ودايما كده ان شاء الله يعني معانا في انتصارات الاهلي باذن الله. امين يا رب، ودايما نحقق القاب من مع النادي الاهلي باذن الله. شكرا يا كابتن. شكرا جزيلا. طيب كابتن بلال عشان كده كسبنا. لا ده بتكلم عن كابتن بلال. ماشي يا ايمن، ماشي. كنت لعيب عالمي. مكسب حلو والله، كنت لعيب جامد. الفوز حلو برضو، خلي الواحد ينبسط ويقول افهاته وبتاع كده. اتفضل. تاخد الكابتن بلال الاول بعدين نشوف الحالات الفنيه. معظم الحالات الفنيه النهارده طلبها الكابتن هاني رمزي. امال مين يطلبها انا؟ طيب كابتن بلال نتكلم على شكل الاداء الهجومي بقى. الشوط الاول ايه اللي حصل وتغير ازاي الشوط الثاني؟ الاداء الهجومي، انا بتكلم على الخط الامام. طبعا بتتكلم الخط الامام. انت بص، انت مشكلتك كلها، بص يا كابتن ايمن، انت النهارده انت ليك ستايل في اللعبه، او الفرق الكبيره دايما لها ستايل. لما بتغير الستايل بتاعها تمام بيحصل عندها مشاكل. الشوط الاول كان كله عباره عن الكره الطويله تمام، انت ما عندكش بقى الاطوال وما بتشتغلش الحته دي وانت يعني قليل جدا كمان لما بتلعب على الكاونتر اتاك. يعني غيرت الفلسفه بتاعتك او غيرت الاستراتيجيه بتاعتك الشوط الاول تمام، فبالتالي ما ظهرتلكش القوه تمام الهجوميه في الشوط الاول. بس لحظه واحده نقف في الحته دي، ده شغل مدير فني او تعليمات مدير فني. خد بالك تعليمات مدير فني احيانا، وبعض الاحيان اداء الفرق اللي قدامك واجبارهم ان انت تلعب بالشكل ده. بعض الاحيان ما اعتقدش كولر قال لعبوا كره طويله. بالظبط. بعض الاحيان كمان ما اعتقدش انت بتجبر نتيجه ان انت مش محضر كويس او مضغوط عليك. بس اتكررت كتير الشوط الاول. طب طول الشوط الاول ما انت مش محضر او البوزيشن او مش قادر تطلع بالكوره، فبتطلع بالكوره طويله يعني. فاهم قصدي؟ فمش عايز اقول لك ان هو اللي بيقول يعني، فاهم قصدي؟ فبعض الاحيان الفرق لما بتضغط عليك زي ما هم عملوا كده الشوط الاول، ضغط بشكل رهيب جدا، ضغط هستيري او ممكن يكون ضغط عشوائي، بس هو بيضغط في كل مكان. هم اسرع منك بكتير جدا، اقوى منك في الالتحامات، فمش مديك فرصه انك تستلم وتنقل وتلعب، ولسه عندهم الباور داخلين المباراه، عندهم باور عالي جدا. خد بالك انت برضو افاد النادي الاهلي
تسجيل الهدف في الدقيقه 3 في الشوط الثاني. انت لما سجلت الهدف في الملعب وسع بانك الملعب ابتديت تظهر، ابتديت تهدى، ابتديت تلعب كره كويس، ابتدى هم يزدادوا في العشوائيه اكتر، ابتدى هم بقى هو بقى ابتدى يلجا للونج بول عشان يلعب كره اسرع. هو بالنسبه له انك يحضر ويلعب ويروح وياخد دقيقتين ثلاثه في الهجمه بالنسبه له ده بطء شويه. فلما يبقى مغلوب ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يلعب الكرات الطوليه، فمره ياخد الكوره ومرتين ثلاثه لا، فابتديت انت تسيطر، فابتدى يبقى في مساحه في نص الملعب قدرت انت تباص من رجل لرجل 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 وابتديت تسيطر، فابتدى يبان لك شكل حلو جيد في الناحيه الهجوميه. طبعا الناحيه الهجوميه اكيد لما ابتديت كمان تضغط، يعني بص الحاجات اللي جبناها من شويه في التحليل، لما بتضغط لما كمان ضغطت لقدام ابتدى حسين الشحات يجي له فرص، ابتدى رضا سليم يجي له فرص، ابتدى مودست يجي له فرص، ابتدى وسام يجي له فرص، يعني حققوا يعني جالك 3 4 فرص كان ممكن تسجل منهم اهداف عشان ابتديت تلعب بالشكل اللي انت معتاد عليه اللي انت متعود عليه اللي هو من رجل لرجل لرجل، ابتدي تخلق مساحه، ابتدي تجري من غير كره، ابتدي تستلم في مساحات، فبالتالي فابتدت المهارات الفرديه اللي عند اللعيبه عندك تظهر بشكل كويس، عشان كده جالك فرص كتير جدا كان ممكن تسجل الثاني والثالث والرابع في الماتش، يعني ممكن تسجل الهدف الثاني بسهوله جدا جدا جدا. هو ده الفرق، التحول ما بين الشوط الثاني ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، يعني لما تجبرك فرقه انك تلعب بالشكل ده مش هتقدر توصل بشكل كويس. يبقى هنا لازم يبقى في تدخل للمدير الفني، لازم يبقى في تدخل للمدير الفني، يبقى في حاجه غلط في حاجه غلط في الملعب، في خلل طبعا مليار في الميه في خلل في الملعب، بس مش معنى كده ان اي فرقه تضغطك تروح لاجي الكره الطوليه، لا هي الفكره إن ما هو في فرق كتير هتضغطك، هي الفكره انك تحضر نفسك تخرج من الضغط ده ازاي. بالظبط النهارده ما قدرناش نخرج من الضغط ده فلجانا الشوط الاول فلجانا للكرات الطوليه. مظبوط. وخد بالك يا كابتن ايمن برضو، يعني انت برضو انت المباراه اللي فاتت كان نفس الاداء برضو، خد بالك يا كابتن ايمن الماتش اللي فات بتاع بلوزداد انت برضو الشوط الاول الفرقه ضغطك بشكل كبير جدا تمام، بس هنا مدياما اللعيبه اللي في الخط الخلفي كان عندهم جرأه ان هم يروحوا بالكوره يكملوا تمام، انما بلوزداد كان اللعيبه عندها رهبه شويه وقلق وخوف وعندهم بطء شويه في الحركه، فابتدى في ايه يمسكوا الكوره عايز يلعب الكوره الطوليه، برضو ما بيشتغلش في حته التحضير، ما كانش بيحضر كويس، انما هنا برغم ان هم فرقه عشوائيه اكتر لكن هم خد بالك الافارقه لما بتديهم ثقه، لا خد بالك انت لما بتدي اللعيبه الافارقه بتدي له مساحه ويبتدي ياخد ثقه من الماتش ممكن يبان لك 10 مارادونا في الملعب. طبعا والله العظيم بجد. أيوة لما بتبتدي تضغط عليه وتقلقه ويحس ان المباراه صعبه ابتدي تلاقي بقى العشوائيه ظهرت، كرات بتقلش كتير، يعني انت النهارده في نص ملعب كام كره اتقطعت شوط ثاني منهم في نص ملعب؟ كتير جدا 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 جدا. يجي يبتدي يحضر يعمل الدبل باس تلاقي الكره اتقطعت تمام، يجي يرقص تلاقي الكره اتقطعت منه في نص الملعب عشان هو خلاص بقى اندر بريشر. لما جه فيه جول وابتديت انت تمسك وابتدى يبان لك انت فرص وابتديت تستحوذ ابتدى هو العشوائيه تبان وتظهر بشكل كبير. صحيح. هو ده الفرق ما بين الشوط الاول وما بين الشوط الثاني. النقطه بس اللي الكابتن اتكلم فيها بتاعه المدير الفني، لو كل مدير فني بيعمل الصح كان كله بقى جوارديولا ده. فاهم قصدي؟ انما في مديرين فين ما عندهمش فكره، حتى جوارديولا بيعمل حاجات غلط اكيد اوقات كتيره طبعا. يعني جوارديولا في فاينل اوروبا السنه اللي قبل اللي فاتت ما هو اتفلسف صح، عشان كده تشيلسي كسب البطوله منه لما اتفلسف وتغييره ما كانش ليها طبعا ما لهاش اي قيمه خالص، ما لهاش اي قيمه كان ضامن انه كسب. انما مش كل المدربين مخهم عالي، مش كل المدربين عندهم افكار او لا يخطئوا، في مدربين عندهم صراصير في دماغهم. والله بتكلم بجد. بص بلال قال الكلمه الفصل اللي هي مش معنى ان كل واحد اصل وفي مدرب عايز يخسر، ما هو ماشي ما فيش مدرب عايز يخسر بس اللي بيعمله يخسره. أي. او مش هو مش كويس او زي ما بلال قال انه مش كفاءة. أي. ما هو انا ممكن ابقى مدرب او مش عايز اخسر بس بعمل حاجات غلط كتير. ايوه لكن نسبة إيه؟ الخطأ عند المدرب زيه زي اي حد، هيبقى فيه نسبة خطأ، بس في واحد بيغلط كتير ودايما وعلى طول. وفي واحد اخطاؤه زي ما قال كده جارديولا اخطا في مش عارف ايه في مباراه ايه اتفلسف اخطا، يعني هيجي له في مسيرته غلط في حاجه، غلط في تبديل مره، غلط في راهن على حد وما ما ضربش معاه مش عارف كذا. لكن في واحد اخطاؤه كتيره، تشكيلاته غلط، تغييراته غلط، في مش عارف ايه طبعا، ففي فرق بين مدرب ومدرب. صحيح. اكيد. صحيح. يعني طيب عندنا بعض الحالات الفنيه نبدا بيها لو احنا جاهزين كابتن شريف. طيب دي يا كابتن شريف الهجمه لحسين الشحات اللي لعبها بليشنج عايز يحطها في البعيد في الدقيقه 12. بص على شماله ايمن عمرو السلي، عمرو السلي اللي على شماله على يمينه يمين. على يمينه عمرو السلي وعلى شماله مودست، مودست جاي بيعمل اوفرلاب من ورا مواجه
بس عمرو السوليه مواجه للمرمى. هو انا هحط نفسي عشان كنت بلعب في المنطقه دي كويس. هتلعبها زي حسين؟ لا هلعبها زي ما انت بتلعبها بدماغك. انا بدوس في الحته دي وبعمل ان انا هعمل بليسنج، ادوس دوسه صغيره قوي. وبعدين الدوسه اللي صغيره قوي دي هتفتح لي يا المرمى يا هقدر العبها لحسين زي ما انا لعمرو. لعمرو سهله جدا، وهروح حاطها له بالراحه كده هيخش بطن رجله يحطها في اي حته، يا اما انا فتحت نفسي بليسنج بقى بقت شوطه على الارض او بختار الزاويه اللي انا عايزها. فهو الفكرة اللي استحوذت عليه لا لعب للراجل اللي جاي من بره اللي هو مودست أو معلول، خد بالك في الحتة دي بيبقى كده، ولا إدى الكرة للناحية التانية واعتمد على المفاجأة إن هو ساعات بيبقى موفق في المنطقة دي وبيلعبها بهذا الشكل وبيترجمها. ولكن كان فيه أكتر من حل، جزء مظلم بالنسبة له هو ما يقدرش ينفذ فيه الفكره اللي هو عايزها، فكان لازم زي ما بقول لك يهوش انه هيحط يشوط ويدوس عليها دوسه صغيره بقى. الدنيا كلها كانت هتبقى بالنسبه له هي في المواقف اللي زي ديت دايما يعني لازم يكون عندك بدل القرار اتنين. هو دايما بيبقى السكند ديزيشن او انت صاحب القرار. لا التفكير كمان انت تكون انت على فكره ممكن جدا يكون عنده خلاص هو القرار الاولاني بالنسبه له انه عايز يلفها، لكن لازم يشوف القرار التاني افضل ولا لا، وده لازم يكون بسرعه جدا. يعني انا جاي اصلح وهشوف لقيت لا صعبه ممكن ازقها شويه واديها لعمرو. فهي عمليه ان انت بتاخد قرار واحد وتنفذه ممكن تكون فيها بعض الاخطاء. والله انا حاسس لو كان علي معلول هو اللي ناحيه المودست كان هيحطها ايمن. وبعدين كمان هو حسين على فكره قراره مش سيء، بس هو دقه القرار اللي كان غلط. يعني هو لما فتح لنفسه الزاويه اتفتحت هو بيحطها، بس هو لما نفذ طلعت عاليه كانت ممكن تيجي في الجول. طيب دي صوره هو اعتاد يعمل كده كل بيخش ويلفها في قراره. بس خلي بالك لازم يغير من ده. خد بالك في ماتش سان داونز جاله واحده زي دي وبرده كان معاه اللعيب بس دخل لجوه وحطها في الضيقه. حطيتها برده كده في الضيقه والجول. لا جول طلعها في البعيده برده كده وجاب واحده في سان داونز في مصر جابها فاضي بلال تمام فانت في مصر جابها. هو الفكر رقم ما هو جابها في النصر فرقه النصر في سوري في اتحاد جده حطها في اتحاد جده تمام. فهو هو بس هو رقم واحد عند حسين لما بيقطم لجوه بيفكر رقم واحد من غير ما يشوف. بلال عايز ياكد عليك حاجه بيقول ايه بقى؟ بيقول لازم يبقى عنده قرارين. يعني القرار الاولاني طب افرض قفلت يبقى لازم قرار. هو برده عنده رؤيه. هو برده عايز اقول لك على حاجه، الكره دي في مصر هنا قدام سان داون جاب منها جول. الحته اللي انا قلت لك عليها خد القرار انه هيشوط وبعدين لا قفلت راح فاتح وراح حاططها له في الزاويه الضيقه. ما هو ده القرار الثاني صح. ده القرار الثاني بقى اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو كان لازم يعمله. عشان كده القرار الثاني اللي هو كان لازم يدي لعمرو السوليه بالظبط. طيب كان في كره كنت جايبها لنا المودست وبعدين انت غيرت رايك عشان مودست هو دي كره ما حطهاش هنا المودست حطها الناحيه الثانيه. طبعا دي كره عرضيه كويس. هو ماشي قاطع قبل المدافع وسبق بس توجيه الكوره هو لما اتشاطت هي جت بره الجون بحوالي 3 يارد ورجعت لبيرسي تاو. لا دي خبطت في المدافع خبطت اهي خبطت انت اهو في واحده ثانيه وشاطها غيرها لا خلاص دي هو خلاص دي راحت اوت الناحيه الثانيه. لا اصل في واحده هو سبق فيها وحطها بس مشيت جنب العارضه بعيد عن الجون. دي الكوره دي كانت حسين الشحات دي اللي عملها له امام عاشور. انا مش شايف مين اللي هناك ده اللي بيعدي بالكوره. دي كوره تانية حسين الشحات بيرسي تاو لعبها. لا بيرسي تاو لعبها الامام عاشور دي. دي بقيه اللعبه بيرسي تاو دي اللي لعبها حسين بكعبه. ايوه بالظبط كده دي اللي لعبها حسين بكعبه وراحت لبيرسي تاو وبعد كده طلع المدافع خدها باين. يعني دي يعني انصاف فرص الحقيقه كان ممكن نشتغل بيها افضل من كده. يعني دي اللي شاطها بقى اللي انت قصدك عليها كويس. خليني اتكلم في اللعبه دي يا كابتن بلال. دي اللي راحت هي كويسة. دي اللي راحت لموديس. انا ماشي ثبت لي صوره على اللعبه دي شويه بس. دلوقتي الكره اتلعبت مين اللي في الهلال؟ امام عاشور. امام عاشور كويس قوي. بس لو بصينا للعبه اللي اتلعبت لامام عاشور مين اقرب واحد ليه من لعيبه النادي الاهلي؟ مفيش حد موديس في وشه. مفيش حد لا ولا واحد اصلا كل دول هو بيلعب امام عاشور في وسط خمس لعيبه خمسه على واحد تقريبا. ما دي النقطه اللي بيتكلم عليها ده كان يعني ده موديس بقى ظهر. لا 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 خليني الكره اللي فاتت بس ثبت الكره دي بس ده من الجزئيات اللي كانت ناقصه الشوط الاولاني ان ما عندكش تكمله عدديه بشكل كويس. موديس بينزل في نص الملعب بشكل كبير ما كانش متواجد 18 كره زي دي الطبيعي جدا يكون
حد ظاهر في الصوره، حد يعني مودس لازم يكون موجود، حد من نص الملعب اللي بيكمل لو امام عاشور لو عمرو السوليه يكون موجود، حسين الشحات تقريبا مش برضه عنده يعني زاويه تحرك. هو لو في حد ورايا لكن في الكره دي يا كابتن بلال كان لازم يتواجد على الاقل حتى جنبه او قريب منه بيرستاو، لان المودس المفروض ان هو بيرستاو لازم يقطع في خارج ال 18. اه طبعا هو حسين اللي رمى الاوت اعتقد، او هو اللي لعبها من لا لعبها برجله حسين اللي على الخط. فهو اللعبه لكن التواجد بقى هي دي اللعبه اللي بعدها على طول. ماشي ده هي على بدماغه هو نزلها المودست. نزلها المودست بس بيرستاو بعيد قوي، كان عند الكره وهي عند امام كان لازم بيرستاو ده يكون داخل اكتر جوه. بس هو واقف هناك عن الاطراف. يعني انا شايف حتى التواجد الهجومي كان قليل قوي مقارنه عدديا، حتى احنا بنلعب 5-3 لازم يكون في تكمله، وده اللي كان ناقصنا شويه تكمله كمان من عمرو السوليه يكون موجود. الناحيه الثانيه ورا بيرستاو كان لازم محمد هاني يكون موجود عشان لو الكره اتردت يبقى فيه. طيب انا برضو عايز اخد رؤيه الكابتن بلال في الكره اول ما راحت لامام عاشور، المفروض تواجد المهاجمين قبل، لان امام اصلا لعيب نص ملعب وبيكمل، احنا مش شايفين في الكادر حد قريب منه من الخط الامامي ولا لعيبه. الوضع الطبيعي يكون التشكيله ازاي او التنظيم الهجومي ازاي في اللعبه دي؟ بص هو انت عايز الوضع الطبيعي من الاساس يعني من الاساس، يا اما هو يتعامل فردي معاها، يا اما حسين الشحات اصلا ما يلعبش الاوت من هنا ويجي علي معلول وحسين الشحات ولا يفتح الخط ويجي بيرسي تاو يكمل. ليه؟ لانك هتاخد لعيب حسين الشحات هياخد لعيب يروح بهناك ويبقى بيرسي تاو موجود تحت الكوره، سوري مودست موجود تحت الكوره تمام، ويقرب السوليه الناحيه دي في القلب شويه ويجي بيرسي تاو من الناحيه الثانيه مكمل. هو ده الوضع الطبيعي بتاع الكوره، يا اما هتتعامل مع فردي يا اما هو شايف امام رايح لوحده حب يلعب الاوت بسرعه لامام عشان خاطر يتعامل فرديا مع كوره كابتن بلال، فاهم؟ الاوت اتلعب لحسين شحات خدها لا وراح لا لا كابتن لا وراح عامل بليسنج لامام عاشور. لا معلش وائل ممكن تجيب لنا الصوره اللي فاتت برضو، هات لنا الصوره اللي عمل بليسنج ومودست بيشوط بعيد. لا يبقى احنا كده التمركز خاطئ جدا 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 لا جدا عشان كده اصل عشان كده مودس ده كان جاي ياخد الاوت يا كابتن شريف، كان جاي من احد الناس اللي بيطلب الاوت من علي معلول الكرة اللي جايه كان جاي ياخد الاول نسبه هنا كويس. هي دي كرة هي يعني مودس كان فين والكره بتتلعب كان جاي يطلب من علي معلول نص ملعب اوكي معشور كان 18 كان قريب من الحكم كده هو بالزبط. لما اتلعبت لامام امام حولها لمودس، هي دي هي الكره دي امام لعبها بدل ما يلعبها لبيرسي تاو راح شايطها بس هنا مودس مواجه، هل كان الافضل ان هو يسدد ولا يلعبها لبيرسي تاو؟ لبيرسي تاو طبعا. لا هنا يا بص بطبيعه المهاجم هيسدد بطبيعه المهاجم بطبيعه يعني مظبوط مظبوط انا نيه المهاجم هيسدد طبعا صح. انما انت ما بتتكلمش في البرفكت تمام، انت هو في الوضع ده راس حربه اكيد هيطمع تمام. هو بس هو على فكره التفكير برده جاي، بس هو ممكن كان لازم يوسع لنفسه شويه يعني يزق الكره السنه لقدام عشان يوسع لنفسه شويه. هو كان في حل افضل بيني وبينك من كل دوت، ان بعد ما حسين لعب الكوره هو اللي كمل ياخد الثانيه من امام. يعني انا لعبت الكوره وقف تشيب واول ما العب الكوره تشيب انا واخد قرار ان انا اروح اخد الكوره الثانيه وامام هيبقى اسهل له ان الكوره جايه له ممكن جدا يسندها لحسين فهتكون خطوره اكبر. فالعمليه كلها كانت زي ما بقول لك هي الشكل الهجومي ما كانش بالمستوى المطلوب، كان في بعض القرارات الخاطئه ديت وارد جدا لو شاطها وكانت مؤثره كنا هنقول ده هو ده الصح بالظبط، لكن عشان طلعت بره شويه فقلنا كان ممكن يديها لبيرسي تاو. كلها عمليات تقديريه صحيح. لكن في يعني ما تقدرش تقول انهي بالظبط الصح والغلط يعني صحيح. بس هو كمان امام عاشور على فكره اتصرف فيها كويس. هو امام هو ده الحل الوحيد بالظبط، يعني هو فكر ووجه لمودست كويس لانه ما عندوش تصرف تاني صحيح. طيب كابتن شريف الكوره دي انا من وجهه نظري انها كان ممكن تصفر عن هدف، الكوره مع محمد هاني وفي مساحه وبيرسي تاو رايح في المساحه الفاضيه، فضل هاني ماشي بالكوره هاني ولا مره هاني اللي هو مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه راح لاعبها لبيرسي لما كان متسلل طبعا تاخير في الباص ده وبعدين يا هاني انت وانت رايح بالكوره هل بتفكر انك انت هو عينه على بيرسي تاو على فكره انا عارف، بس هو من بدري في الحته دي هاني ساعات فاجئنا كتير قوي بالشوتينج في كذا مباراه قبل كده، فهل هو كان بيفكر ان هو يحاول يوصل ويقرب من منطقه الجزاء وتبقى عنده المساحه، ولا بيرسي تاو اللي سبق ما واخد سبرنت ما يعني ما وازنش اداله في الفاضيه ثانيه واحده ما وازنش الخطوه
مع هاني. ما هو هاني ممكن يفضل مكمل 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 وفجاه يروح مديها لك مقشره خالص تروح انت داخل على طول حاططها. لا. لا بس هو عامل سبرنت عايزها في الاوردر اديني الكوره يعني انت فاهم ده. هو اجبره ان هو لازم يديله الكوره وفي نفس الوقت سبق. ايوه بس خلي بالك بيرسي تاو بيجري مع هاني من هي من اول ما جاب الكوره يا حبيبي محمد هاني قطع الكوره ديت من على الدايره. بالزبط. انا عارف في تايمنج يعني في مسافه. طب بص عايز اقول لك في تايمنج انا عشان انا احساسي باللاعب اللي قدامي ان انا اخليه يبقى في حكايه خطره جدا اديها له باص معين يروح دايس عليه يبقى هو الجول وفي في نفس الوقت يعمل بيدوس عليه ويروح مرجعها لي تاني انا ممكن انا اللي اتعامل واشوط تاني. دي اكيد في ديلي اكيد في ديلي ديلي حصل في الباص وديلي في التعامل كمان صحيح. طيب كابتن اسامه ده الهدف وهنعلق عليه احنا الاربعه. دي بص يا ايمن لا يا ريت اجيبها من الاول الصوره السلية. الاولى الصوره الاولى بتاعت عمرو السليه استعجل اصبر لان هي دي ثلاث ارباع الهدف الاول. اولا احنا قلنا قبل الماتش تملي هتلاقي بتوع مدياما التمركزات بتاعتهم مش هتبقى مظبوطه في خط الدفاع مزبوط. والتغطيات العكسيه مش مظبوطه يعني شوف الباك رايت اللي هناك بص موديست سابقه بقد ايه المفروض الباك رايت ده يكون على مستوى موديست او يا اما اللي بيتاخر ده يكون كاشف الاوفسايد بس اللي هناك ده لازم يكون قافل فاهم يعني السيرد باك اللي قدامه ده طبيعي انه هيكون مقرب شويه وقريب لكن اللي هناك خالص اللي فاتح في ظهر موديست ده مفروض تمركزه خطا. فعمر السليه برضه بخبره اللعيب الكبير من الحاجات الكويسه اللي عملها عمر السليه النهارده رؤيه حلوه جدا وموديست اتحرك بين الباك رايت والمساك في المساحه الفاضيه اللي هم مش قافلينها مظبوط فاتعملت له في التوقيت المناسب في التوقيت المناسب وكويس ان الراجل اللي كان ناحيه الشمال ده كان مغطي موديست هي بانت دلوقتي اللي هو السيرد باك اللي واقف على قوس اللي واقف على القوس ده فهي الدقه بتاعت عمرو السليه ان شالها من ورا قلب الدفاع دوت لموديست وبعدين في سيطره بعد كده من موديست وهدوء عملها كويس قوي لحسين شحاته كويس جدا وحسين قابلها بشمال مره واحده الهدف كان هدف حلو لانه بقت في كثافه عدديه اللي كان هاني وبلال كان بيكلموا فيها مزبوط. شوف بلال ثلاثه يعني موديست لما وقف الكوره لا حسين جاي له حسين كمل بيرسي تاو لو اتشاطت مكمل الناحيه الثانيه ممكن تقع من ايد الجون صحيح. ففي ثلاثه يعني ثلاثه على ثلاثه شكلها في عندنا زياده عدديه في ال 18 فالهدف صحيح. كان جه بشكل حلو وموديست اتصرف فيها كويس طبعًا. كابتن بلال طبعا لا اتصرف فيها كويس يعني جيب جول اتصرف فيها كويس يعني جيب جول طبعا ما هو مساهم في الجول ايوه كابتن بس ماشي ما هو صرف فيها كويس صح بتاعها لا صح انك لما تسند الكره تحطها قدامك يبقى الجول كله بتاعك صح فاهم قصدي ده الاصح من وجهه نظر يعني الكره لما تتلعب يعني هات الكره معلش تاني طب نجيب الكره تاني معلش نجيب الكره تاني من فول اتنين لو متاح يعني هات لنا الكره دي تاني بعد اذنك يا ايمن اللي بلال بيقوله هو الصح كابتن هي المفروض اول ما نزلت له هو اللي يسند على الجون كده بس هي وقفت مرجعها يبقى الجول في وشك وخلاص تحطه في اي زاويه بس ده برضه دي من القرارات الصح اللي بيعملها ان هو ممكن جدا ان الكره وقفت في بوزيشن معين ما هو ده التفكير التاني يا كابتن هاني اللي انت بتتكلم عليه ده انا يعني لما ما عرفتش اوقف الكوره وفرد بالمرمى في بوزيشن معين لا طب بالظبط والوضع ما كانش افضل حاجه فخلاص فبصيت الكره حرقته الاسيست ماشي لا لا لا, لا هو عمل اسيست هو عمل اسيست جول حلو جميل خلاص عمل التصرف الثاني بس هو بلال بيقول انت بتتكلم على الاصح التصرف الاولاني في الصح وفي الاصح ده صح حلو زي الفل 100 100 وشكرا متشكرين جدا يا محمد رب العالمين يبقى موديست كده لازم تحط جول موديست عمل الاسيست النهارده الحمد لله رب العالمين الحمد لله طيب بينضم لينا خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس للحديث عن طاقم تحكيم مباراه اليوم منورنا كابتن ناصر تحياتي ليك يا كابتن ايمن تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان تحياتي نجوم الكبار كابتن شريف وكابتن اسامه وكابتن هاني رمزي وكابتن احمد بلال مبروك للنادي الاهلي ما انت سالتني السؤال ده في الاول واحنا بدايه الحلقه بتقول انت متفائل قلت لك متفائل ان شاء الله النادي الاهلي يفوز وفعلا النهارده النادي الاهلي فاز واكيد الحمد لله ان شاء الله عقبال المباراه الجايه كابتن شريف ويحقق العلامه الكامله ويبقى اول المجموعه يا رب ان شاء الله كابتن ايمن اول مره نشوف طاقم تحكيم متنوع حكم جابوني الحكم المساعد الاول من الكاميرون والحكم المساعد الثاني من الجابون والحكم الرابع من الجابون
يعني مش كلهم من الجابون. خد بالك دول بينهم وبين بعض 200 كيلو يعني. جابون وكاميرون دول لازقين في بعض. بالظبط كده. لا هم كمان كابتن شريف في حاجه، هو لما بيجي الاتحاد الافريقي احيانا بيختار اطقم تحكيميه متنوعه، يعني ممكن يكون مساعد من دوله مسمى، ممكن يكون حكم من دوله تانية على حسب الحكام وكفائتهم. بس لحظه واحده يا كابتن، مش لازم يكونوا اشتغلوا مع بعض قبل كده وبينهم الانسجام و... هو ده بقى اللي بيشتغل عليه الاتحاد الافريقي كابتن، ان هو حتى كمان في بطوله افريقيه كان هتلاقي كل طاقم تحكيم كل مره هم بيلعبوا مع بعض على طول. هم بالظبط كده. انا النهارده كابتن شريف في ظاهره جميله جدا، هم الحكام مساعدين، وانا شايف النهارده هم افضل الحكام طاقم المساعد الاول اللي هو الكاميرون، والمساعد الثاني افضل من الحكم طبعا بكتير جدا. تعرضوا لاختبارات كتيره جدا كانت الاسامه، يعني اكتر من حالات تسلل، كل حالات تسلل اللي تعرضوا ليها اجادوا نتيجه التركيز والتمركز الصحيح. دي على كده النهارده بنتكلم على الهدف الاول لكابتن ايمن، الهدف كنت عرضه يمكن من اول لحظه الكل اعتقد ان موديست في تسلل. تمام، ودي بيوريك دقه الحكم المساعد وجرأته وشجاعته عندما يكون هناك تمركز صحيح وتركيز صحيح، رغم ان النهارده كابتن المباراه بدون تقنيه الفار، خلي بالك، وده اختبار صعب جدا للحكم المساعد الاول. هنشوف الاول ثلاث لقطات جايبهم للحاله. الحاله الاولى كابتن اللي هي اللي هنا، بنشوف هنا بنشوف كابتن هنا حاله من حالات مش سهله، لا حاله صعبه، في زحمه كتير قوي. شوف اللاعب اللي هو رقم 19 اللي هو خلف تقريبا بيرستاو، هو مغطي تسلل كابتن شريف. موديست هنا موقفه سليم تماما. هي دي اللقطه، لحظه لمس الكره وموقف التسلل في الهدف حسين الشحات. بس اللقطه تعتبر صعبه جدا جدا، وهنا الجراءه جت من الحكم المساعد كابتن، ما فيش تقنيه فار. صحيح، دي مهمه. صحيح، كان ممكن سهل قوي ياخد القرار السهل وارفع. صحيح، وهنا ما فيش تقنيه فار، وبالتالي كان لغى هدف صحيح. وهنا بقى انا بحيي الحكم المساعد الكاميروني على هذه اللقطه، يمكن دي ابرز لقطات المباراه في الهدف حسين الشحات اللي هو هدف صحيح كابتن ايمن. نروح للحاله اللي بعد كده، حاله من الحالات مهمه جدا. شوف كابتن بيلا، نشوف الحكم فين، ودايما قلنا كابتن ايمن عندما يكون الحكم بعيد، عندما يكون الحكم بعيد ما تنظرش ان القرار يطلع صح او غلط. ليه؟ احنا قلنا الحكم قرار، والتمركز الجيد والتحرك الجيد للحكم ياخد القرار الصحيح. يفرق معاه طبعا جدا. هو طبعا هنا ما عندوش قراءه، ولما انا هنا بستشعر ان في مهاجم مدافع لابد ان انا اقرب وافتح زاويه عشان اتاكد من التفاصيل. صح، هتقول الحكم المساعد موجود، صعبه، لعبه صعبه جدا. صح، جدا جدا. تقول مين حط رجليه يا كابتن بلال؟ صح، هل الرجلين نزلت على الفاضي؟ هل راحت على رجل اللاعب المنافس؟ حاله صعبه بالنسبه للحكم المساعد الاول الكاميروني، وفيها خطوره في عدم وجود الفار، يعني ده كان ممكن ياخد قرار مثلا بركله الجزاء. عشان كده كابتن احمد قلنا ايه؟ الحكام المتميزين اللي هم بروفيشنال اللي هم ال 20 اديهم هذه الماتشات. الحكام اللي هم زي دلوقتي ده مش بروفيشنال، اديه في تقنيه الفار. ليه؟ الفار يصحح له. أيوة. البروفيشنال ايه الفرق؟ خبرات، مباريات كتيره، ثقه شخصيه. هنا طبعا هنا القرار حاله من الحالات الصعبه جدا، هو لو قرب كان يقدر يشوف كويس قوي تفاصيل هذه الحاله، وبالتالي نفس الحاله هنا ان كان هناك في مخالفه او مش مخالفه، هنا الصوره اعتقد مش واضحه قوي، ولكن لو قلنا في رجل في رجل، لو هنا في رجل من المدافع تبقى ركله جزاء يا كابتن بلال، مفيش فيها كلام. ولكن اللي يقول الكلام ده كان حكم المباراه اللي كان تمركزه للاسف ما كانش تمركز جيد. صحيح. الحاله اللي بعديها نفس الشيء، وهي حاله مهمه جدا جدا. هو هنا واقف بيتفرج زيه زينا كده، يعني يا اخي استشعر الخطوره كحكم. انت هنا لاعب داخل على الخط، الصح ان انا اجي فين يا كابتن شريف؟ صح اجي واروح كده مطرح لاعب 14 دوت عشان شويه هنا. بالظبط كده، انما هو واقف بيتفرج زينا زيه، عمرك ما هتشوف تفاصيل هنا في لمسه يد، مفيش لمسه يد. القرار بالنسبه له كان قرار صعب. في لمسه يد البنالتي وهو بيقع كده على فكره. هذه اللقطه لم تعاد، اللقطه دي لم تعاد خالص. احنا جايبينها كده من اللايف، هي كده شكلها كده، ولكن هنا في تاكلنج معمول، هي جت في اليد. جت في الايد بس، ولكن الايد هنا احيانا بيقول داعمه للتاكلنج. كابتن بلال، كابتن هاني، لما لاعب يعمل تاكلنج الايد بتنزل داعمه، وبالتالي هنا هل في حركه اضافيه بعد التاكلنج؟ ما شافش اللقطه، ولكن بالشكل العام بنقول ايه، هو خلى اللاعب يتواصل، وده قراره. صح، يحاسب عليه بقى هناك في اللجنه لما تيجي تجيب الحالات التحكيميه بالنسبه للحكم. الحاله اللي جايه وحاله مهمه جدا،
وهنا نفس الشيء. هو شوف يبعد تقريبا فيش اربع خطوات وزاويه الرؤيه عنده واضحه تماما، واضحه ولا حد حاجب ولا حد واقف ولا حاجه. مخالفه طبعا تستحق البطاقه، اكتر من حاله للتهور للاسف لم يشير ليها. دي خناقه دي. عشان كده انا بقول ايه، بقول ايه يا كابتن، انا بقول النهارده ان المساعدين النهارده تميزوا عن الحكم افضل بكتير من اداء الحكم. اتمنى طبعا، بنقول تاني من خلال القناه الاهلي، من فضلكم الحكام اللي هي البروفيشنال اديهم في عدم موجود تقنيه الفار، والحكام التانيين ادوهم في تقنيه الفار. مبروك للنادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله المباراه اللي جايه يكسب ويبقى يعتلي صداره المجموعه باذن الله. شكرا جزيلا كابتن نصر، نورتنا كالعاده. طيب نروح لمؤتمر مستر كولر بعد المباراه ونشوف قال ايه بقى المره دي في المؤتمر. الماتش كان صعب جدا فعلا، وزي ما هي قالت، وكان مديما عمل لنا مشاكل بالذات في الشوط الاولاني. الشوط الاولاني كنا مفتقدين الريتم شويه بتاعنا، وكان عندنا بعض المشاكل في الشوط الاولاني. الشوط الثاني تداركنا الموقف وبقى شكلنا احسن، لكن في المجمل مديما كان فريق طبعا كويس، فريق قوي. احنا كان حظنا كويس في الجول اللي احنا جبناه، ان احنا جبنا جول رائع جدا بضغط حلو جدا بشكله وحاجات كتير احنا متدربين عليها اتعملت في الجول ده. هم جالهم فرص، احنا كمان كان عندنا فرص، لكن هم كانوا ممكن يساووا المباراه في الفرص اللي خلقوها. لكن هي الماتشات دي بتبقى كده، بتبقى فيها صعوبه بسبب الجو، بسبب ارضيه الملعب، بسبب الاجواء، فبيبقى في صعوبه. كان في صعوبه لينا ان احنا نلعب الكوره بتاعتنا على ارض الملعب دي، لان ارض الملعب كانت صعبه جدا، النجيله عاليه جدا، واحنا الكوره بتاعتنا دايما بتبقى على الارض وبتكون فيها كوره جماليه على الارض وبساط كتير. ده ما كانش بيتحقق النهارده بسبب ارضيه الملعب. ففي الاخر كانت الروح القتاليه، رغبتنا في الفوز كانت من قبل المباراه قويه جدا. احنا مصرين من قبل ما نيجي، احنا جايين هنا عشان ناخد ثلاث نقط وقدرنا ان احنا نحقق ده الحمد لله. Coach, congratulations. Please, my name is Amachi. I represent Sports World Ghana. I want to know your secret in producing very good goalkeepers. I've seen El Shanawi, the two Shanawis, and this young man, Ufa Shubaya. What's your secret? That's like, I understand this. He was able to go out of Shanawi, and you understand the young man, Shubaya, how far so good was he? What's his name? Ja, das ist auch wichtig, dass man hinter der Nummer 1, was Schenau ist und der jetzt mit seiner Schulterverletzung nicht spielen kann, dass man gute Torhüter hat und dass die gut ausgebildet sind. Und das ist unser Torhütertrainer Michel Janacone, der das sehr gut macht mit den Jungen. Und ja, Schubier hat jetzt auch schon eineinhalb Jahre mit uns mittrainiert, ist sehr sehr positiv, er ist sehr reaktionsschnell und zeigt das eigentlich in jedem Training. Und das ist dann das Ergebnis, wenn er dann so ein gutes Spiel machen kann. Wir sind froh, dass er diese Leistung bringen kann und hoffen, dass er weiterhin gute Spiele zeigt. It's very important for us and for a big, big team like Lali to have good goalies, our goalkeepers on the bench. The secret is naturally, of course, then good training, and we have a good goalkeeper trainer, Mr. Michel Janacone. He is working hard with our goalkeepers. He worked hard with Shinawi, and after his injury in the shoulder, we have Shubir. Our young goalkeeper, he's training with us for 1.5 years now. He's training hard, he's very positive, he is training hard, he has a quick reaction. And what you see today, have seen today, is a result of long training and hard training for 1.5 years. And that's why we have full confidence on him, and we are sure that he will, we are happy that he showed his quality on the pitch today. هو كان بيسأل على السر في انه دايما معاه حراس كويسين، كان عنده الشناوي ودلوقتي معاه شوبير الشاب الصغير. فهو بيقول احنا مهم جدا في نادي كبير زي النادي الاهلي يبقى عندك حراس كويسين، سواء الحارس الاساسي او الحراس اللي قاعده على الدكه تبقى مجهز كل الحراس. السر التدريب الكويس، معانا مدرب حراس كويس جدا ميشيل ياناكونه اللي بيدرب الحراس كويس جدا، بيبذل معاهم مجهود كبير طول الفتره الاخيره.
بيبذل مجهود مش بس مع الحارس الاساسي لكن كمان مع الولاد الصغيرين مع كل الحراس اللي معانا. الشباب بقى له سنه ونص معانا بيتمرن بشكل جاد جدا، انسان ايجابي جدا، لاعب رد فعله سريع جدا، بيبذل مجهود غير عادي في التمرين. النتيجه اللي انتوا شفتوها النهارده دي نتيجه تمرين سنه ونص وتعب سنه ونص. احنا مبسوطين جدا ليه ان هو قدر يبين جزء من امكانياته لكن لسه قدامه كتير، واحنا ان شاء الله سعداء ان احنا عندنا حراس كويسين وان احنا لسه عايزين نطور حراسنا اكتر من عندنا مجال ان احنا دايما الحراس اللي احسن مستوى. اوكي my name is Richard Ajambo. I'm my friend. Coach, will you accept the fact that your current team is not that flamboyant, nutty, ugly team that we know, that they dominate games, win convincingly? It seems this is not the army we know. Are you sure your team can challenge for the title this season? Klar, der Ergebnis erzielt, das ist das an, was wir kennen. Glauben Sie dann, dass die ganze Mannschaft mit diesem Gruppe dann den Titel holen kann? Ja, sicher, klar. Es ist natürlich schwierig. Wir haben jetzt das zweite Spiel nach der Nationalmannschaftspause, wo wir also den zweiten Ernstkampf, den wir dann miteinander spielen. Und es braucht halt einfach auch Rhythmus. Und die Spiele, die bei der Nationalmannschaft waren, die Spiele, die hier waren, das ist oder mit uns trainiert haben, das ist natürlich ein anderer Rhythmus. Und wir brauchen wieder einen höheren Rhythmus und den kriegt man aber eigentlich nur mit den Spielen. Und das war heute war das ein wichtiges Spiel für uns, für die Spieler auch zu spüren oder zu merken, dass sie 100% geben müssen und dass sie auch über diese Grenze gehen können, wenn sie bereit sind dazu. Und das haben sie heute gezeigt und wir haben gewonnen. Und es ist auch im letzten Jahr war das auch so, dass wir nicht jedes Spiel so dominiert haben, aber schlussendlich trotzdem das Spiel gewonnen haben. Und das ist also den zweiten Ernstkampf, den wir da miteinander spielen. Und es braucht halt einfach auch Rhythmus. Und die Spiele, die bei der Nationalmannschaft waren, die Spiele, die hier waren, das ist oder mit uns trainiert haben, das ist natürlich ein anderer Rhythmus. Und wir brauchen wieder einen höheren Rhythmus und den kriegt man aber eigentlich nur mit den Spielen. Und das war heute war das ein wichtiges Spiel für uns, für die Spieler auch zu spüren oder zu merken, dass sie 100% geben müssen und dass sie auch über diese Grenze gehen können, wenn sie bereit sind dazu. Und das haben sie heute gezeigt und wir haben gewonnen. Und es ist auch im letzten Jahr war das auch so, dass wir nicht jedes Spiel so dominiert haben, aber schlussendlich trotzdem das Spiel gewonnen haben. Und das ist das Wichtigste. Of course, sure, we are confident and have full confidence of our team that we can go forward in this competition and can hold the title for the second year. The problem is only our rhythm. The rhythm of the team because of the 50 days break we had because of the national team and because of African Cup of Nations. We have 50 days off and this 50 days off is very difficult for the players to get the rhythm. We have then, this is our second game after the 50 days break and that's why it's very important that the players get the rhythm so that we can come to our rhythm and play better. Last year we, and that is very today was a very important game for us that the player knows that they must give 100% so that they can win. They can, must, in moments in the game, must go over the limit so that they can win. And that they showed this today for us. I'm sure when we go further and do more games, we are going to have our rhythm and play better. And last year, we also didn't win, won every game in the group phase, and we hold the title then at the end, and we can. طبعا نقدر إن شاء الله بإذن الله نمشي بعيد في البطولة ونقدر إن شاء الله ما إحنا نحقق البطولة. المشكلة عندنا هي مشكلة الريتم. كان التوقف اللي حصل بسبب المنتخب وبسبب بطولة أفريقيا أدى إن إحنا قعدنا 50 يوم ما بنلعبش ماتشات رسمية.
وده بيفرق كتير جدا مع اي لاعب. 50 يوم كتير جدا، ده تاني ماتش نلعبه رسمي بعد توقف 50 يوم. اللعيبه الدوليه لعبت في ريتم مختلف وخدت اجازات مختلفه، اللعيبه اللي كانت معايا بتتمرن ما كانتش بتشارك في اي ماتشات رسميه. الاختلاف في الريتم بين اللعيبه ده بياخد وقت، عقبال ما اللعيبه تاخد الريتم كلها مع بعض ونبدا ان احنا نمشي لقدام. ان شاء الله باذن الله لما ناخد الريتم ونبدا ان احنا يحصل انسجام هنقدر نمشي احسن، هيبقى شكلنا افضل بكتير. السنه اللي فاتت برضه احنا ما كسبناش كل الماتشات في دوري المجموعات وتاهلنا بصعوبه، رغم كده الحمد لله خدنا البطوله. مش لازم تكسب كل الماتشات عشان تاخد البطوله، لازم تأدي اداء كويس تدي، وده كان مهم جدا النهارده ان اللعيبه تدرك ده، ان انت لازم تدي 100% قدام اي منافس عشان تكسب، وان انت احيانا في بعض الماتشات لازم كمان تعدي حدودك، تعدي الليمت بتاعك عشان تدوس على نفسك عشان تقدر تكسب. واللعيبه عملت ده النهارده، عشان كده انا سعيد بفوز النهارده جدا وان شاء الله القادم افضل. شفنا مستر كورما ما اضافش كتير طبعا، نفس الكلام اللي قاله قبل كده، والحمد لله على المكسب. يعني المكسب النهارده يعني حسم لنا امور كتير ما حسمناش بصفه نهائيه، زي ما اقول لحضراتكم كده حطينا رجل لسه رجل التاني في دور الثمانيه. بينضم لينا الان الناقد الرياضي محمد الديك، تعرف منه بقى على اصداء فوز النادي الاهلي النهارده على ميديما الغاني من خلال المواقع الرياضيه والصحافه الرياضيه. منورنا ديك حبيبي يا كابتن، وبرحب بحضرتك وبجد التحيه للكباتن الموجودين في الاستوديو. الف مبروك النهارده على المكسب. المكسب النهارده دفع معنويه للفترات اللي جايه، بتحافظ على الصداره، بتحافظ لتالي ماتش على التوالي على شباك نظيفه في ماتشات صعبه خارج ملعبك. من الحاجات التانية برضو المميزه النهارده انك انت بتحقق انتصار تاريخي لاول مره في ملعب غانا. في غانا 9 ماتشات قبل كده الاهلي لم يوفق لتحقيق الفوز. كان قبل كده تتويج في 82 في كوماسي كان تعادل على نفس الملعب ده برضو. يمكن الملعب كان مستر كولر اتكلم عليه في المؤتمر الصحفي وقال لنا نعرف الاجواء التاريخيه اللي حصلت قبل كده في الماتش. من الحاجات التانية المميزه برضو فكره انك انت بتحافظ على نظافه شباكك طوال المسيره بتاعتك لحد دلوقتي، 6 ماتشات من 7 ماتشات. السجل خالي من الهزائم وان شاء الله يستمر لنهايه البطوله. متعادل 3 ماتشات وعندك 4 انتصارات في المشوار بتاعك لحد الان. مارسيل كولر بيحقق انتصار رقم 13 في 21 مباراه لحد الان في دوري ابطال افريقيا. الصحافه الغانيه كابتن بتتكلم على ان النهارده ميدياما كان عنده طموحات لكن اصطدم بجدار كبير او جدار صعب اسمه النادي الاهلي. يمكن نبدا من غانا سوكر نت بتقول ان امال ميدياما في التاهل لمرحله القادمه تعرضت لضربه قويه بعد هزيمه الاهلي. وقالوا كمان ان النهارده الفريق المعروف بالاصفر بنفسجي قدم شوط اول كان قوي جدا، الى ان الفتره القويه او الضربه اللي اتت وخلصت عليهم بالمعنى هدف حسين الشحات، وحاولوا في الشوط الثاني الى ان تالق مصطفى شوبير وخط دفاع النادي الاهلي حاله دون تعويضهم لنتيجه الشوط الاول، وده كمان بصعب مهمتهم في التاهل للدور الثاني، الى انهم متمسكين بالامل. هم بيتكلموا في فكره ان الماتش اللي جاي اللي هو بكره بين شباب بلوزداد ويانج افريكانز لو انتهى تعادل مع فوزهم هم في المباراه الاخيره ممكن يديهم فرص في بنتيجه المجموعه باقي المجموعه. من موقع غانا ويب بيقول ان ميدياما يعاني، وقالوا ان النهارده الفريق كانت ليه اكثر من فرصه في الشوط الاول الا ان هو ما ترجمهاش لفرص لاهداف. وقالوا ان الشوط الثاني المدرب حاول بالتغييرات اللي عملها بنزول تايلور وباقي زمايله الا انهم فشلوا في ترجمه الفرص اللي سلحت ليهم، وقالوا برضو ان الفرصه ما زالت قائمه. من اخر حاجه معانا في غانا موقع سيتي سبورت اونلاين بيقول ميدياما يخسر قدام الاهلي في كوماسي، وقالوا ان الفريق بعد نتيجه النهارده زي ما هو في المركز الرابع النادي الاهلي حافظ على صدارته، وقالوا ان احنا بنستنى نتيجه مباراه الغد. الصحافه المصريه تكلمت ان النادي الاهلي في جزء منهم تكلم ان النادي الاهلي يعني بنسبه 90% حسب تاهله لدور ربع النهائي، وفي بعض الناس تكلمت بشكل واقعي ان النادي الاهلي لسه قدامه ماتش يانج افريكانز. نبدا من يلا كوره بيقول الاهلي ينامس ربع النهائي، وقالوا الحاجه المميزه ان النهارده الاهلي خرج من كوماسي بفوز سمين رغم الصعوبات اللي واجهت الفريق بدايه من رحله الطياره، الارهاق، الغيابات الموجوده في الفريق. كمان الوطن بيقول ان الاهلي النهارده وضع قدم في دور ربع النهائي
وقالوا كمان وركزوا على فكرة تألق مصطفى شوبير النهاردة في المباراة، وقالوا كمان الظهور الأول لوسام العبدي وكان يعني كان ممكن يسجل هدف في أول ظهور لي. وسام أبو علي. وسام أبو علي. غير اسمه. وسام أبو علي. من اليوم السابع بيقول فوز تاريخي زي ما قلت حضرتك، الأهلي يحقق أول انتصار ليه في كوماسي في مختلف المباريات القارية. في الجول بيتكلم إن النادي الأهلي كابتن حافظ على سلسلة لا هزيمة في دوري أبطال أفريقيا للمباراة رقم 15 على التوالي. من شهر مارس 23 بالظبط. صحيح. آخر 10 انتصارات 10 انتصارات وخمس تعادلات، وقال إن الأهلي يحتاج نقطة تعادل في مباراة يانج أفريكانز لضمان التأهل، بس إن شاء الله تبقى 3 نقاط علشان تبقى يعني ختام مسك إن شاء الله بإذن الله. ده كل اللي كان عندنا كابتن في الصحافة إن شاء الله. شكرا ديك، شرفتنا وألف مبروك للنادي الأهلي. الله يبارك حضرتك كابتن، شكرا لحضرتك. ربنا يخليك. طبعا في النهارده بعض المباريات كانت بتلعب، بقيه المباريات كلها بكره. بيترو اتلتيكو تعادل مع الهلال 0-0، واسك ميموزا بيلعب دلوقتي، وبقيه المباريات بكره ان شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم الاهلي وضع قدما في دور 8، لسه الامور لم تحسم بصفه نهائيه. بعض الامور لو تشابكت تاني ممكن يبقى 3 فرق هنحسب بينهم بعد، بس ان شاء الله ما تحصلش. يعني تتحسب بقى منهم فارق الاهداف او المواجهات المباشره، ولكن النادي الاهلي ان شاء الله قادر المباراه القادمه على انه ياكد صدارته عن جداره واستحقاق. طيب كابتن شريف، قبل ما ننهي، رجل مباراه اليوم. انا هديها لمصطفى شوبير. تديها لمصطفى شوبير. المباراه على التوالي تانية. يقدم الحقيقه شكل ثابت وثبات انفعالي، ومن يوم ليوم بيثبت لنا ان هو كل الثقه وكل الدعم. كويس. كابتن اسامه عرب. في 3 عجبوني انا النهارده. برضو مصطفى شوبير طبعا. ماشي. عمل ماتش كويس. ياسر ابراهيم الشحات كويس، بس اخترنا انا اختار الشحات، جاب هدف المباراه وكان عامل خطوره كبيره الشوط الثاني معظمه من ناحيه الشمال، هو اللي كان مؤثر. ف يعني اديها لحسين الشحات النهارده. طيب كابتن هاني رمزي. مصطفى شوبير يليه ياسر ابراهيم، يعني عمل اداء اكتر من رائع بالرغم يعني من النهارده كمان اداء متواضع لعب منعم، لكن كمان بيعمل كفرنج بشكل كويس قوي. صحيح. وان شاء الله نتمنى له يعني نكون اصابه بسيطه ان شاء الله. يعني مصطفى شوبير من وجهه نظر مصطفى شوبير اكيد. طيب. نجح في كل الاختبارات اللي جات له بشكل كبير، وواخد ثقه وعنده ثبات انفعالي بشكل كبير للمباراه الثانيه على التوالي، بيقدم فيها اداء اكتر من رائع، فاعتقد مصطفى شوبير يستحق. كابتن احمد بلال. شوبير والشحات ايكوال بالنسبه لي، الاثنين زي بعض. لو اخترنا واحد ده سجل هدف الفوز تمام، وده انقذ المباراه من هدف كان محقق او هدفين كانوا محققين. كويس. لو اخترنا منهم واحد بقى، بص احنا هديها مصطفى عشان استمراريه، وعشان برضو بيبتدي وهو تحت ضغوط كبيره جدا 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 جدا. لما بتلعب يعني بديل لحارس كبير قوي الموضوع بيبقى صعب جدا جدا يا كابتن. طب اختبار ان لاعب يعني لاعب ماتشين، خلي بالك ورا بعض بره طبعا، بطوله افريقيا والظروف جدا، فانا هديها لمصطفى شوبير متفوقا على. خلاص انتوا حسمتوها، يبقى من وجهه نظرنا. ايش رايك انت النهارده؟ لا خلاص، ما انا برضو كنت هقول مصطفى شوبير. شوبير قاعد لي كبير، قاعد لي على مصطفى شوبير. من وجهه نظرنا هو رجل مباراه اليوم. حسين الشحات عمل ماتش هايل، ياسر ابراهيم عمل ماتش هايل، عمرو السولية على فكره كبداية بعد فترة كبيرة جدا من الغيابات والإصابات المتتالية عمل ماتش كويس جدا وعمل مجهود كبير جدا. إمام عاشور على فكرة كمان مجهود كبير. إمام عاشور عمل مجهود كبير خاصة فعلا الشوط الثاني. ولكن احنا بنختار واحد، وجهة نظرنا ان مصطفى شوبير هو رجل مباراة اليوم. كده أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي ومديام الغاني في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقي، والتي انتهت فوز النادي الأهلي 1-0 وتأكيد صدارته للمجموعة منفردا عن جدارة واستحقاق. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة، وبالتوفيق للمباريات القادمة إن شاء الله. في النهاية بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني وأمتعوني النهاردة، كابتن شريف عبد النعم. شكرا كابتن، أمتعتني. شكرا كابتن، ومفيش شك إن الفوز بيبقى حاجة جميلة جدا صحيح. جماهير النادي الأهلي ولينا كلنا.
عقبال اللي جاي باذن الله. يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه عرابي امتعتني يا كابتن. شكرا. الله يخليك. شكرا ليك ايمن والف مبروك للنادي الاهلي. كابتن هاني رامز شكرا يا كابتن. الف مبروك وعقبال الجمعه الجايه يا رب ان شاء الله. والثلاث في الاول المحلي بقى يعني ان شاء الله. بنتكلم على افريقيا ان شاء الله تتاكد صدارتنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد بن شكرا يا كابتن امتعتني. شكرا كابتن ايمن وبالتوفيق دايما ان شاء الله. الله يخليك. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وورقه حياتي.